فيكم جميعا. نبدا المحاضره ان شاء الله الان. في ناس ان شاء الله يلحقنا تباعا في التسجيل الدخول. دكتور سامي سويلم نبدا بالتعريف به، طبعا ان شاء الله انه يكون هو معروف عند الجميع، ولكن لمن لا يعرف الدكتور سامي سويلم، هو حاصل على الدكتوراه من جامعه جورج واشنطن في سانت لويس، وهو من امريكا، الولايات المتحده الامريكيه. وهو اصلا الدكتور سامي سويلم من اخواننا في العربيه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، وهو مدير اداره تطوير المنتجات في البنك الاسلامي للتنميه، ومن قبلها كان في مصرف الراجحي. والدكتور سامي سويلم طبعا على الجانب المهني معروف، لكن على الجانب البحثي والعلمي هو اكثر معرفه عند الناس، له مؤلفات كثيره جدا، جزاه الله خير. يمتاز بميزه انه وضع مؤلفاته كلها مجانا لنا القراء، موجودة على موقع الإلكتروني، لو بحثتوا في الجوجل عليه تجدوه، دكتور سامي سويلم. برأيي شخصي الدكتور سامي سويلم الحمد لله يتمتع بنظرة مختلفة للأمور، نظرة غير اعتيادية للأمور، ولذلك تجد أنه كتاباته ومنتجاته المعرفية إن شاء الله فيها نوع من الإبداع ما شاء الله، وهو دائما يطل علينا بإطلالات فريدة من نوعها، تجعل الإنسان المستمع أو القارئ يستخدم عقله أكثر في كيفية وصول الدكتور سامي سويلم لفكرة معينة أو لطريقة معينة. وبشكل شخصي أنا استفدت جدا منه على مستوى طروحة الدكتوراه، بارك الله فيه وفي علمه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا به وبما لديه، ونسأل الله جميعا أن لا يحثوا في وجهنا التراب بعد هذا الكلام، لأنه نسأل الله أن يحثوا في وجهنا الدعوات فقط، ونترك الميكروفون له حتى نستغل الوقت. المحاضرة هي منهج التشريع الإسلامي في محاضرة الربا، والدكتور سامي سويلم لك الميكروفون الآن، جزاك الله خير، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو يكون الصوت واضح. إن شاء الله أنه واضح، يبدو لي الجميع يسمع. إذا ما في ما أحد يسمع يا إخواني ممكن يرفع إيده، يعمل ريز هاند. توكل على الله دكتور، توكل على الله. طارق ريكوردينج لو سمحت، الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم جميعا ونشكر الأخ ناصر الزيادات على تنظيم هذا اللقاء الطيب المفيد إن شاء الله. والأخ ناصر هو سوى الإعلان باسم مؤسسة تطوير الأعمال الحلال، ولا لا يا أخ ناصر؟ نعم. فهو الحلال يعني يشمل الطعام والأموال، مش فقط يعني الأموال، احنا نتكلم في الربا في مجال المعاملات، ولكن الحلال شامل. كأني فهمت الأخ ناصر حيرسل وجبة مجانية لكل واحد من حضور، ولا أنا غلطان يا أخ ناصر؟ أبشر، نرسلها في الصورة على الفيسبوك. ما شاء الله. نرحب بكم مرة أخرى ونشكر الأخ ناصر والأخ طارق زيادات أيضا في الدعم الفني. نسأل الله تعالى أن تكون هذه هي المناسبة فرصة للاستفادة. الموضوع هو موضوع يعني واسع ومترامي الأطراف، لكن سنحاول نضع إن صح التعبير المعالم الرئيسية حول منهج التشريع الإسلامي في محاصرة الربا. الربا كما تعلمون واحد من أخطر الأمراض الاقتصادية، لم يكن هو أخطرها، اللي تهدد الاقتصاد. والشريعة الإسلامية امتازت بأنها جاءت بنظام محكم ومتكامل لمحاصرة الربا. الربا طبعا محرم في جميع الأديان، لكن الأديان السماوية الأخرى اهتمت بالأشياء الأساسية، لم تكن هناك تفاصيل متكاملة. الشريعة الإسلامية جاءت بمنهج متكامل لمحاصرة الربا. طبعا تحريم الربا ومحاصرته الهدف منه هو الوصول إلى نشاط اقتصادي مفيد ونافع ويولد الثروة ويجلب الرخاء للناس ويعينهم على مواجهة تحديات الحياة. فتحريم الربا إذن هو وسيلة لدعم وتنشيط الاقتصاد، وليس هو هدف مطلق في حد ذاته. يعني ممكن يحصل ان يجي واحد يمنع كل انواع الانشطه ويقول خلاص اذا انا منعت كل انواع الانشطه اكيد لن يحصل هناك ربا. هذا صحيح، ولكن ما الفائده اذا كان في النهايه سيتجمد النشاط الاقتصادي وستكون النتيجه هي
خلل وعجز في النشاط الاقتصادي. فإذا تحريم الربا هو في الحقيقة وسيلة وليس في حد ذاته غاية، الغاية هو في النهاية دعم وتشجيع الحركة الاقتصادية وتيسيرها وتعزيزها. في طبعا هذا يعني منهج التشريع الإسلامي هو في الحقيقة مثل الطبيب الحاذق. الطبيب الحاذق لما يشوف المريض عنده مثلا مشكلة معينة يحاول يشوف أو يعني يحدد ما هي مصادر الخلل أو المرض ويمنع المريض منها، أما الباقي فيسمح له فيها. أما الطبيب غير الحاذق فممكن يمنعه من كل شيء، لأنه هو يعني في النهاية أحد هذه الأشياء سيكون هو مصدر الخلل وربما يكون هو النافع. أو مثل الخبير، أو مثل لو يعني عندك مشكلة في الحاسب الآلي، فالخبير الحاذق يحدد لك ما هي المشكلة ويعالجها. الشخص غير الخبير يقول لك خلاص سوي فورماتنج للهارد ديسك، عيد تثبيت النظام، عيد تثبيت البرامج كلها. صحيح هذا ممكن أن يحل المشكلة، لكن هذا تكلفته عالية جدا وقد يسبب مشاكل أخرى. فإذا هذه الحكمة، الحكمة هي تحديد موطن الخلل دون ما عداه، بحيث أن يتم محاصرة مصدر المشكلة ثم ما عداها يكون متاحا ومسموحا به. ولذلك الأصل في المعاملات الحل كما نعلم. كلمة سريعة على هذا، طبعا العناصر الرئيسية، احنا نتعرف سريعا على منهج التشريع وقلنا أن تحريم الربا هو وسيلة لحماية الاقتصاد. سنتناول الربا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، ثم تناول الربا في العقود المتعددة. هذه كلمة سريعة للباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية عموما، وهو أن التعرف على أحكام الشريعة الإسلامية في مجال معين مثل الاقتصاد الإسلامي هو في الحقيقة مثل شخص يأتي لمدينة ويحاول يستكشف هذه المدينة يتعرف عليها. هي مدينة جديدة تقريبا بالنسبة له، ربما زارها مرة أو مرتين في الماضي، لكنها مدينة كبيرة مترامية الأطراف متقدمة وفيها طرق كبيرة وصغيرة وسريعة وفرعية وجانبية وأساسية، فيها أنواع متعددة من التنظيم، سواء إشارات ضوئية سواء إشارات غير ضوئية. فالشخص اللي لأول وهلة سيشوف الأمور متشابهة ومتشابكة بالنسبة له، لكن شيئا فشيئا هو هدفه أن يتعرف على هذه المدينة ويعرف مداخلها ومخارجها وقواعدها وأنظمتها، إلى أن يتقن هذه أو يتعرف على، إلى أن يستطيع أن يرسم خريطة لهذه المدينة. فهذا هو منهج البحث اللي يريد أن يتعرف على شيء، هو هدفه في النهاية. والمذاهب الفقهية أقرب ما يمكن أن نمثلها بأنها هي في الحقيقة خرائط. يعني في عندنا المذهب الحنبلي هو أعطانا مثلا خريطة، المذهب الشافعي أعطانا خريطة، المذهب هذه خرائط قد تبدو مختلفة لنا، لكن هي في المدينة واحدة في النهاية. المدينة التي يحاول كل واحد من هؤلاء الأئمة المجتهدين أن يرسمها لنا هي المدينة نفسها، ولكن كل شخص أو كل إمام حاول أن يرسمها من زاويته هو ومن نظرته. لذلك يقال لو شخصين زاروا مدينة مثلا مثل خلنا نقول الكويت أو مثل الرباط أو مثل لندن أو مثل طوكيو، لا يمكن الشخصين هذول يعطونك نفس الوصف رغم أنها هي مدينة واحدة. لماذا؟ لأن هذه المدن الكبيرة الشاسعة المعقدة إن صح التعبير ليس بسهولة أنك تستطيع تصفها. فنحن الآن هدفنا أن نستكشف المدينة وليس الخريطة، الخريطة هي فقط وسيلة للوصول إلى المدينة. قلنا أن التحريم، تحريم الربا هو وسيلة للوصول للمصالح التي جاءت بها الشريعة، وتحريم الربا جاء مقترنا في القرآن الكريم بالصدقة والزكاة من ناحية وبالبيع من ناحية أخرى. فالربا في الحقيقة يدمر القيم الأخلاقية وهو الجانب غير الربحي اللي على رأسه الزكاة والصدقات، وفي نفس الوقت يدمر النشاط الاقتصادي الذي يتم من خلال البيع بمعناه العام. فالربا هو دمار على للأسف على الاقتصاد من الجانبين. طبعا اقتران تأكيد القرآن في مقابلة الربا على الصدقة من ناحية وعلى البيع من ناحية ثانية يدلك أن أي نظام اقتصادي لابد يتوازن فيه الجانب الربحي والجانب غير الربحي، لابد يتوازن فيه جانب الصدقات والزكاة والمعروف والبر والإحسان،
وفي مقابل جانب البيع والتجارة والإنتاج وتداول من ناحية أخرى. وفي حيث الواقع طبعا لا يوجد نظام اقتصادي انفرد فيه جانب دون آخر، لكن هم يحصل أن هناك خلل في أحد الجوانب. الرأسمالية مثلا تضخم جانب السوق وجانب التبادل والإنتاج والتجارة على حساب جانب الإحسان والتبرع والتعاون. الاشتراكية تضخم جانب التعاون والتبرع على حساب الإنتاج والتجارة. الاقتصاد الإسلامي يحقق التوازن ما بين هذين القطاعين، ويبين بوضوح متى يبدأ كل قطاع ومتى ينتهي، بحيث لا يطغى جانب على جانب ولا يختل النشاط الاقتصادي. إذا أردنا أن نعرف نبدأ في التعرف على منهج الشريعة في محاصرة الربا، نبدأ وفي رأيي هذه أفضل طريقة، نبدأ من القرآن الكريم، ومن أوضح نبدأ بأوضح النصوص وبأولها. حقيقة الأمر أن أوضح آية وأول هي أول آية في تحريم الربا. يعني الربا لم يحرم، لم تنزل نصوص التحريم من البداية من أول البعثة، وإنما وردت بعض الإشارات على سبيل المثال في سورة النساء في وصف اليهود وأكلهم الربا وقد نعم، لكن هذا كان تلميح وإشارة. الآية الصريحة التي نزلت في التحريم كانت في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه أول آية نزلت صريحة. طبعا ليس معنى ذلك أن الربا كان مباح، هم العرب يعرفون من دين إبراهيم عليه السلام الربا محرم، لذلك تعرفون قصة لما أرادوا بناء الكعبة قالوا لا يدخلها ربا، لما أرادوا أن يجمعوا المال لإعادة بناء الكعبة، فهم يعرفون طبعا أن الربا محرم، والنبي عليه السلام أقر هذا الشيء، لم يقل لهم أن الربا جائز، لكن لم تنزل نصوص صريحة إلا في غزوة أحد. طبعا يسأل أحد لماذا تأخر تحريم الربا؟ لماذا تأخر أكثر من 13 سنة؟ إذا قلنا غزوة أحد السنة الثانية للهجرة، وقلنا أن العهد المكي كان 13 سنة، فنحن أمامنا 15 سنة من الشريعة من البعثة لم ينزل فيها نص صريح وواضح وقاطع بتحريم الربا. الحكمة طبعا هي التدرج في تحريم الربا. القرآن الكريم أول ما نزل يؤكد على الصدقة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فنزل القرآن أول ما نزل يؤكد على القيم الأخلاقية التي هي الجذور والأساس لكل أنشطة اقتصادية. ثم إذا عولجت الأمراض الأخلاقية والنفسية والسلوكية يسهل بعد ذلك استئصال الربا ومحاصرته. فإذا الخطوة الأولى في الحقيقة لمحاصرة الربا هي غرس القيم والمبادئ الأخلاقية، سواء من حيث العدل: ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، أو من خلال العطف على المسكين والأرملة واليتيم والضعفاء وما إلى ذلك. غرس هذه القيم هو يمهد هو الأساس لاستئصال الربا ومحاصرته. لا يمكن أن ننجح في محاصرة الربا قبل أن نضع الأساس. ولذلك يعني بالرغم من كل هذا الاهتمام، وهذا اهتمام جيد يعني بالتمويل الإسلامي، تركيز دائما نلاحظه يبدأ بالنشاط الربحي، يبدأ بالبنوك مثلا الإسلامية، يبدأ بالصيرفة الإسلامية، وهذا شيء جيد، ولكن ليس هذا هو المنهج السليم. يجب أن نبدأ أولا مثلا ببيت الزكاة، بمؤسسات القرض الحسن، بالجمعيات الخيرية، بالمؤسسات ما يسمى مؤسسات القطاع غير الربحي. هذه هي التي يجب أن تكون هي الأساس، لأن هي تغرس القيم من ناحية، وتخفف سوء توزيع الثروة والظلم الاجتماعي الذي قد يكون غير مقصود لكنه واقع في المجتمع، الذي هو يمهد الطريق للربا. فالربا ينشأ في بيئة فيها ظلم اجتماعي، فيها تفاوت فاحش في الثروة، فيها إهمال وإخلال حقوق الضعفاء والمساكين. فإذا عالجنا هذه المشكلات نكون بنينا البيئة الملائمة والمواتية والمناسبة لاستئصال ومحاصرة الربا. إذن أول خطوة الحقيقة، وهذا المفروض أن نكتبها، أول خطوة في تحريم في محاصرة الربا هي البناء الأخلاقي. أول خطوة هي البناء الأخلاقي. جميل. ثم جاءت الآية: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة.
معنى أضعاف مضاعفة أن الدين الذي ينشأ عن الربا يتضاعف أضعاف مضاعفة، يتضاعف بالنسبة لرأس المال. يعني رأس المال مثلا كان 100، نجد هذه 100 تحولت إلى دين مثلا 150 ثم 200 ثم 250 ثم 300 وهكذا. للأسف الشديد هذا التضاعف ما هو خاص بالجاهلية، إلى هذا اليوم الديون تتضاعف. الدول التي تقترض بالفائدة ستجد نفسها مع الوقت رهينة لمبالغ طائلة، وتظل تدفع خدمة الديون مبالغ كبيرة للأسف الشديد تقريبا بلا نهاية. فمشكلة الربا هي مشكلة نابعة من طبيعة الربا نفسها، وهي تضاعف المديونية. وهذا المعنى موجود أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. إذا ما أتيتم الربا، ما هذه آية مكية، وهي أيضا من الآيات اللي فيها إيحاء وإشارة إلى أن الربا أمر غير جيد. يعني فقولوا ما أتيتم الربا، يعني الشخص الذي يقرض بربا ماذا يحصل؟ يدفع مثلا 100 وهو ينتظر 120 مثلا، ولكن المئة هذه التي المقرض أعطاها للمقترض، المئة هذه صارت في ملك المقترض. من يقترض 100، فالمئة هذه إذا قبضها تصبح ملكه وتصبح من ماله هو، ولكن هو يجد أنه هذه المئة سيردها 120. فإذا هذه المئة رغم أنها في ملكه وفي ماله قاعدة تربو لمصلحة المقرض، وهذا واضح أنه ظلم. كيف أن المقرض يربو رباه في أموال الناس وليس في ماله هو؟ فهو الآن لا يستثمر ماله، هذا ليس هو ماله، وهؤلاء لا يعملون، يعني هو لا هو عمل في هذا المال ولا هو يملك هذا المال، ومع ذلك الربا اللي آتاه يربو ويزيد في أموال الناس لصالحه هو. لذلك الربا ظلم في الحقيقة، فهو يزيد يربو ينمو ويتضاعف في أموال الناس وليس في ماله هو، فهو يربح ويزيد ماله دون أي مسؤولية ودون أي تعرض لأي مخاطر ودون أي عمل أو نشاط اقتصادي مفيد. ولذلك الربا في الحقيقة يدمر الثروة كما يدمر السرطان الجسم، لأنه الربا ينمو من نفسه، لا يحتاج إلى أكثر من مرور الزمن لكي يتضاعف الدين. بينما نعرف أن الثروة لكي تنمو تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى إبداع، تحتاج إلى عمل دؤوب، وجملة طويلة من متطلبات. بينما الربا لا يحتاج إلى أكثر من الوقت لكي ينمو ويتضاعف تلقائيا بمعزل عن نشاط الجسم. طيب، الآن القرآن تكلم عن الربا المضاعف، فيأتي السؤال: هل ربا الديون هو خاص؟ هذا يسمى ربا الديون، اللي هو، وهذا كان شائع في الجاهلية، أنه يأتي المدين إلى الدائن إذا حل الأجل يقول له مثلا: أنا لا أستطيع أن أسدد 100 مثلا أو 1000، أخرها لي. يقول له خلاص أخرها وأزيد، يعني تقضي أم تربي. أو هذا يقول: أنظرني أزدك. هذا طبعا حاصل اليوم في شيء يسمى فاينانس تشارج، في ريسكيدجولينج، في ليت في تشارج، في شغلات كثيره. هي في النتيجه المبدا واحد، يعني لا يهم ما هو الاسم الذي يطلق عليه، لكن في النهايه المبدا واحد. بيجي السؤال: هل الربا المحرم، من هذا هل يختص الربا، هل الربا المحرم هو خاص بهذا الربا المضاعف الذي يتضاعف؟ الوصف المعاصر له هو الفائدة المركبة، أو أوضح صور الربا المضاعف هو الفائدة المركبة. كم واحد يعرف ما هي الفائدة المركبة؟ أنا عارف الأخ ناصر مسوي ميوت، لكن على الأقل بشوف إذا كان في أحد يرفع يده. أنا ما أعرف إذا أحد رفع يده ولا لا. على كل حال يقول لي الأخ ناصر كم. طيب، أنا ما أبغى جواب ما هي الفائدة المركبة، أبغى جواب من يعرف ما هي الفائدة المركبة والفرق بينها وبين الفائدة البسيطة؟ في تقريبا 2 من الحضور ما يعرف الفرق بينها. يا دكتور يعرفه ولا ما يعرف؟ اللي ما يعرف، لا ما يعرف، اللي يعرف يرفع يده، اللي يعرف يرفع يده. طيب، اللي يعرف سؤال الان، ما شاء الله الكل برفع اليد. لا الان ممكن. لا
اللي يعرف يرفع يده، يعني اخواني يرفع يده في كبسة اشارة يد بس اضغط عليها في الماوس ان شاء الله ويطلع له. جميل. الفائدة المركبة هي فائدة على الفائدة، يعني واحد اقترض 100 اليوم بفائدة 110، في فائدة 10%، هذا يسمى فائدة بسيطة، لأن فائدة 10% مثلا على القرض اللي قبضه وهو 100، هذه فائدة بسيطة. الآن إذا هو ما سدد وحل الأجل وجت سنة مثلا، يصبح مطلوب منه 110. إذا ما سدد ال 110 في الوقت، ستحسب 10% أخرى على 100 وعلى 10. فعلى 100 تصبح عندنا 10 أخرى، وعلى 10 الماضية يصبح عندنا ريال أو دولار، فيصبح الآن مجموع الدين المطلوب هو 121، ثم وهكذا. فالفائدة المركبة هي فائدة على الفائدة السابقة، بينما زائد رأس المال، بينما الفائدة البسيطة هي فائدة فقط على رأس المال. طيب، في ناس قالوا أن الفائدة البسيطة لا تؤدي إلى تضاعف الدين، وأن المشكلة هي في الفائدة المركبة، فبما أن مفسدة الدين أو مفسدة الربا هي تضاعف الديون، فإذا المحرم هو الفائدة المركبة أو ما يسمى ربا الديون، وهو أنه إذا حل الأجل وما سدد المدين يزيد الدين عليه بنسبة معينة بسبب التأخير. فائدة زي ما قلنا على مجموع الفوائد السابقة زائد رأس المال. ففي ناس حاولوا أنهم يفرقوا بين الفائدة البسيطة والفائدة المركبة، ويقولوا أن الفائدة البسيطة لا تؤدي لتضاعف الديون، بينما الفائدة المركبة هي التي تؤدي لتضاعف الديون. وللأسف الشديد، وهذه نقطة مهمة أحب أن أنبه إليها، كثيرين من الذين أو كثيرون من تكلم في موضوع الربا لا يعرفون كيف يتم في الحقيقة، كيف الربا قاعد ينمو وكيف يتضاعف وكيف يدمر الاقتصاد. أو إذا أردنا عبارة يعني فنية، كثيرون من خاضوا في الربا لا يعرفون الهندسة المالية التي يمكن أن تولد عشرات المنتجات من صيغة واحدة. غياب الفهم لكيفية تطوير المنتجات سواء في المجال الربا أو في المجال الإسلامي، هذا من الأسباب التي أدت إلى سوء فهم في الربا. والآن هذا مثال واضح. الآن على سبيل المثال، لو قلنا لا يجوز احتساب فائدة مركبة ولا يجوز إلا فقط فائدة بسيطة، يأتي السؤال هل هذا سيؤدي إلى تضاعف الدين أو لا؟ سيؤدي، الجواب سيؤدي لتضاعف الدين حتى لو لم تكن هناك فائدة مركبة. على سبيل المثال، لو كان الفائدة 10% تحتسب فقط على رأس المال، فأنت خلال 10 سنوات 100 ستصبح 200، لأن 10% كل مرة على 100 ستصبح 200 على مدى 10 سنوات، مجموع الدين سيصبح 200، ثم 30 سنة سيصبح عندنا 300 وهكذا. ولكن في الحقيقة لا نحتاج إلى أن ننتظر فترة طويلة لكي يتضاعف الدين. لو أنا اقترضت مثلا من الأخ ناصر بفائدة 10% مثلا، يعني طبعا، وحل الأجل، تمام، أروح للأخ مثلا طارق وأقول له أعطيني لو سمحت قرض، كم أحتاج أن أخذ من طارق لكي يسدد دين ناصر؟ أظن في طريقة للتشات، يكتب الواحد، يكتب أكيد كم إخواني أحتاج أخذ؟ تكتب، تستطيع تكتب من آسف دكتور سامحني إخواني، تستطيع تكتبوا على التشات الإجابات على الأسئلة اللي يطرحها الدكتور. تفضل دكتور. طيب، فكما نحتاج أني أخذ من الأخ طارق لكي أسدد دين الأخ ناصر؟ نشوف مين اللي متابع ومين اللي مشغول، يعني يشرب قهوة مثلا أو شوف الواتساب. أنا ما شفت شيء حتى الآن، ما أدري يطلع لي ولا يطلع لك أنت يا أخ ناصر. أنا الحين ما شفت ردود، بس أنت لو ممكن تعيد السؤال مرة ثانية على أساس أن الناس طيب تسمع. الآن افترض أني أنا أخذت قرض من الأخ ناصر، أخذت منه 100 دولار مثلا بفائدة 10%، نعم. فأنا مطلوب مني أسدد 110، لا حول ولا قوة، نعم. الآن حلت السنة ومطلوب مني أسدد للأخ
ناصر 110 وانا ما عندي 110، فانا احتاج اني ابحث عن مال لكي احصل على مال لكي يسدد الدين اللي يطالبني فيه الاخ ناصر. فانا بدا ما اجد نفسي اروح للاخ ناصر واقول له لو سمحت اخرني والله يعافيك وانت رجال لحيه غانم على قولتهم، اقول له خلاص خلاص انا بروح اشوف احد اقترض منه واسدد الاخ ناصر. فاروح مثلا للاخ طارق واخذ منه قرض لكي اسدد القرض او الدين اللي علي للاخ ناصر. انا السؤال كم احتاج اقترض من الاخ طارق لكي اسدد دين الاخ ناصر؟ في عندنا الردود دكتور ترى موجوده في خانه لا كتبوها في خانه الكويشنز هم حطوها في الكويشن. في فرق اخواني بين الكويشنز وخانه الشاتنج، بس خانه الكويشنز هاي دي كويشن كلها ماني شايف ولا حاجه. انا اشوف ان شاء الله واخرج لك اياها ولا يهمك. طيب ان شاء الله تفكر هذا كم الرقم اللي طلع لك؟ انا الحين قاعد اطلع فيها ان شاء الله دكتور. طيب انت باختصار المبلغ هو 110، انا اقترضت من الاخ ناصر 100 ولما حل الاجل هو يطلب مني 110، فعلشان اسدد هذا الدين ساحتاج اقترض من الاخ طارق مثلا 110 علشان اسدد دين الاخ ناصر. الان بالنسبه لناصر سددت دينه وما عاد في فائده مركبه بيني وبين الاخ ناصر، لكن لاني اقترضت من الاخ طارق 110 وطارق مثلا سيحتسب علي فائده 10% على ال 110، اذا كم مطلوب مني اسدد للاخ طارق؟ 10% على 110 يطلع كم؟ 11. حيطلع 11. اذا انا صار عندي الان رغم ان العقد اللي بيني وبين الاخ طارق فائده بسيطه وبيني وبين الاخ ناصر فائده بسيطه، لكن مجرد اني اقترضت من طرف ثالث لكي اسدد للطرف الاول، فانا في الحقيقه وجدت نفسي الدين اللي علي قاعد ينمو بفائده مركبه. اذا هذه النقطة ممكن الإنسان يصل إلى نفس نتيجة الفائدة المركبة ولكن من خلال عقود قرض بفائدة بسيطة. كل ما أحتاج هو أن أكرر الاقتراض. ممكن اليوم اقترض من زيد، بكرة أقترض من عمرو لكي أسدد زيد، بعدها أقترض من حسن لكي أسدد عمرو، بعدها أقترض من حسنين عشان أسدد لحسن. فمع كل واحد من هؤلاء عقدي معهم هو قرض بفائدة بسيطة، ولكن تكرار الاقتراض كما هو واضح عندكم الآن هنا تكرار الاقتراض هذا يؤدي إلى فائدة مركبة، يؤدي أو بعبارة أدق يؤدي إلى تضاعف الديون. هو المفسدة هي تضاعف الديون وليست فالمشكلة الحقيقية. إذا مجرد أن نقول أن الفائدة البسيطة مسموحة والفائدة المركبة ممنوعة، منع الفائدة المركبة لا يمنع تضاعف الدين، وهذا يدلك على أو يدل على أن الشريعة الإسلامية كانت نظرتها أبعد بكثير من النظرة السطحية اللي توجد عند بعض الباحثين، ظنوا أن التضاعف لا يكون إلا بين طرفين. هذا غير صحيح، ممكن يتضاعف الدين، وأصلا السندات الحكومية اليوم في معظم دول العالم هي ديون بفائدة بسيطة. الكوبون اللي يدفع على السندات هو فائدة بسيطة، وما في نادر جدا أن تأتي حكومة وتطالب نادر يعني قد يحصل لكن نادر جدا أن تأتي دولة وتطلب إعادة جدولة. الذي يحصل أن الحكومات قبل أن يحل أجل السندات، مثلا يحل أجل السندات في 30/1/2015 يجون في 25 أو 27 أو 28/1/2015 ويصدر سندات جديدة، من حصيلة السندات الجديدة يدفع السندات القديمة، وهكذا وتتكرر العملية لكل عندما يحل كل مرة يحل الأجل أو قبيل حلول الأجل يصدر سندات جديدة يسدد منها السندات القديمة وهكذا، فيتضاعف الدين على الحكومات. وهذه أوروبا مفلسة الآن وتحت وطأة الديون، كيف تضاعف ديونها وهي معظمها عن طريق سندات ومعظم هذه السندات فائدة بسيطة، كيف تضاعفت الديون؟ إذا الديون تتضاعف ولو كانت الفائدة على هذه الديون فائدة بسيطة. إذا وهذا يبين لنا في الحقيقة أن الربا هو آلية وليس مجرد ثمن. هي نظام، هي فكرة، هي أسلوب.
فبمجرد ما هذه الفكره ينفتح لها الباب سوف تتطور وتحدث فيها طفرات وابتكارات وتحويرات، ولكن تظل الآلية الأساسية هي نفسها، وفي النهاية يتدمر الاقتصاد. إذا الاقتراض بفائدة بسيطة، خليني أكتب هنا، الاقتراض بفائدة بسيطة يؤدي أيضا إلى تضاعف الدين، سواء من تكرار الاقتراض أو من تراكم الفائدة. ربا الديون هو قرض بفائدة بسيطة. لو جيت أنا للأخ ناصر نفسه اللي اقترضت منه 100 وحل الأجل وقال لي سدد 110، ممكن أجي أنا للأخ ناصر أقول له أعطيني 110 قرض بفائدة بسيطة 10%، ثم أستخدم حصيلة الدين الثاني هذا أو القرض الثاني لسداد الدين الأول، وتتحول لفائدة مركبة. إذا ربا الديون هو قرض بفائدة بسيطة، ولكن رأس المال، رأس مال القرض، هو دين سابق. ففي الحقيقة ربا القروض هو يعني هو أساس الشر كله، صح التعبير. ربا الديون اللي هو تضاعف الديون او بعضهم يسميه ربا الجاهليه، هذا هو مجرد حاله خاصه من ربا القروض. ربا القروض هو الذي يشمل ربا الديون وكل انواع ربا القروض، هذه كلها تؤدي في الحقيقه الى تضاعف الدين. طيب الربا اذا قلنا اليه وليس عقد، ليس مجرد الربا، هو نظام، هو فلسفه في الحقيقه. ليش؟ لأنه هو قائم على أساس فصل التمويل عن النشاط الاقتصادي. النقد يولد النقد، خلاص، هذا هو منطق الربا، هذا هو منطق الربا. لا أحتاج إلى عمل، لا أحتاج إلى تبادل، لا أحتاج إلى إنتاج، لا أحتاج إلى أي نشاط اقتصادي. الفائدة هي النقد يولد نفسه، القرض يتضاعف من نفسه بدون أي نشاط أو عمل اقتصادي. يأتي سؤال آخر، ما هو حجم الربا المضاعف أو ربا الديون في النظام المعاصر؟ لو جينا عند بنك تجاري أو بنك تقليدي بعبارة أخرى، وحاولنا نشوف كم حجم القروض البسيطة الفريش لونز على قولتهم، وكم حجم الريفاينانسينج. في الحقيقة في معظم الحالات حجم الريفاينانسينج أكبر، هو الغالب على أنشطة البنك التقليدي. ففي الحقيقة مصدر الدخل الأكبر بالنسبة للبنوك الربوية هو من خلال إعادة التمويل والجدولة، أو ما يمكن أن يوصف بربا الديون. فلو حاول شخص أنه يقول لنا ممكن احنا نمنع الفائدة المركبة فقط ونسمح بالفائدة البسيطة، الجواب ببساطة شديدة لا يمكن أن يقوم بنك على الفائدة البسيطة لوحدها. معظم أرباح البنوك التقليدية الربوية هو من خلال إعادة الجدول وإعادة التمويل، ومن خلال الربا المركب أو الفائدة المركبة. طيب سؤال آخر، هل الربا يدخل في كل الأموال أم في بعض الأموال؟ لو راجعنا إلى نصوص القرآن الكريم لقينا أن النصوص واضحة، وما أتيتم الربا ليربو في إيش؟ أموال الناس، ليربو في أموال الناس. وقال تعالى فلكم رؤوس أموالكم، أموال الناس وأموالكم، هذا يسمى جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم. فإذا الربا يدخل في كل الأموال، ربا القروض وربا الديون هو عام في كل الأموال بنص القرآن، وهو أيضا إجماع من العلماء. ويؤكد هذا العموم في عبارة أموال الناس أن العبارة نفسها وردت في سياق آخر، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا وأموالكم هنا أيضا هي عامة لكل الأموال، ما في مال يجوز أكله بالباطل ومال لا يجوز أكله بالباطل. لا يجوز أكل أي مال بالباطل، أي مال لا يجوز أكله بالباطل. وقول عز وجل عن اليهود وأكلهم أموال الناس بالباطل ذنب طبعا. وكل الأموال هي في الحقيقة، إذا الربا عام في كل الأموال وليس خاص في بعض. هذا ربا القروض، ربا القروض وربا الديون عام في كل الأموال وليس خاصا بأموال دون. نأتي لقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وهنا يجي سؤال مهم جدا، وهو للأسف شيء سبب كثير من الخلط واللبس في بعض، خلينا نقول، الدراسات حول الربا. ما هو الآن ربا القروض؟ قلنا الربا المحرم اللي ورد فيها النصوص الشديدة هو ربا القروض والديون. طيب ما هو الفرق بين القرض والبيع؟
هل القرض بالنية والبيع بالنية؟ شو رأيكم؟ اللي يقول القرض بالنية يرفع يده. ما في، أنا ما أشوف شيء. في ستة تقريبا يقولوا نعم القرض بالنية يا دكتور. طيب، وإذا الربا بالنية؟ أكيد. إذا كان القرض بالنية، إذا الربا بالنية. طيب، وإذا كان الربا بالنية، فلو أنا جيت للأخ ناصر وقلت له والله يا أخ ناصر أنا مزنوق، أعطيني 100 وتفضل هذه تبرع من عندي 10 دولار. فهل أنا لو جاني واحد قال لي مثلا، جاني واحد الاخطار قال لي لا هذا ربا، قلت انا ما نويت من ربا، هو الاخ ساعدني وانا حبيت اني اهديه يعني يعني، فهل هذا كافي انه يقول هذا ليس ربا، ام ان الربا هو له خصائص موضوعيه، سواء الشخص نوى او لم ينوي، علم او لم يعلم، فهو في الحقيقه هذه مبادله لها خصائص محدده. الجواب ان القرض له خصائص محدده، سواء نوى الشخص او لم ينوي. انا اظن اللي قالوا بالنيه مقصودهم ان النيه مؤثره، وهذا ما في شك، هذا صحيح طبعا، ما في شك ان القصد معتبر ومؤثر. لكن اللي كان المقصود من السؤال هو هل القرض بالنيه يصبح قرض وبالنيه يصبح بيع؟ هل لو انا نفس المعامله نويتها قرض تصبح قرض ونويتها بيع تصبح بيع؟ الأصل القاعدة طبعا لابد من أن ننظر إلى خصائص المعاملة نفسها، وننظر إلى خصائص العقد نفسه، وليس مجرد النية كافي. مجرد النية لا يكفي أني والله لا أنا نويت بيع أو نويت قرض، هذا أنا أنظر إلى طبيعة المعاملة نفسها، وهذا هو يحدد. طبعا النية تؤثر، احنا ما نقول النية ما تؤثر، لكن المعيار الأول أو الخطوة الأولى هي أن ننظر إلى خصائص العقد نفسه. طيب، إذا ما هو القرض؟ القرض هو مثل ما تشوفون طبعا أمامكم، القرض هو مبادلة والبيع مبادلة. هذا القاسم المشترك بين القرض والبيع. القرض مبادلة والبيع مبادلة، والربا طبعا مبادلة. كل هذه مبادلات، ولكنها تختلف في جوانب أساسية. القرض هو مبادلة لمالين متماثلين. متماثلين يعني من حيث الصفة ومن حيث الكيفية، ولكن ليس بالضرورة من حيث الكمية. من حيث الصفة ومن حيث الكيفية هما المالين هذول متماثلين. مثلا نقد بنقد، قمح بقمح، شعير بشعير، إلى آخره. فإذا تماثل البدلان صاروا من نفس الصفة ومن نفس الكيفية ومن نفس الجنس ومن نفس الطبيعة وبنفس الخصائص، فهذا هو يصبح قرض. لأن في الحقيقة ما في أحد يدفع 100 ويأخذ 100 في الحال، يعني في يعني تسليم واستلام فوري، لازم يكون في معنى، وهو من خلال التأجيل. لا يوجد معنى لأن الواحد يبادر الشيء بمثله إلا إذا كان في تأجيل. فإذا القرض مبادلة للمتماثلين، وهذا مبني على عدة أشياء. أولا إجماع العلماء على أن موجب القرض هو رد مثله. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جزاء السلف الحمد والأداء. الأداء يعني تؤدي الشيء نفسه، الأداء أن تؤدي الشيء نفسه. فالأداء أن تؤدي القرض اللي عليك، يعني تؤدي المال الذي اقترضته أو مثله. طبعا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. المضاعفة ما تظهر، المضاعفة طبعا هذه في الكمية، المضاعفة هنا في الكمية، ولكن المضاعفة ما تظهر قيمتها إلا إذا كانت الكيفية متماثلة. يعني مثلا لو جاني الأخ ناصر وعطاني جرام ذهب وعطيته جرامين فضة، أقول يا أخي أنا أعطيتك ضعف، أنت أعطيتني جرام واحد ذهب أنا أعطيتك جرامين فضة، هذا ضعف. يقول لي لا يا حبيبي ما تمشي، ايش في جرامين فضه؟ الفضه تحتاج 20 جرام عشان تعادل جرام واحد من الذهب. لكن لو اعطاني جرام واحد فضه او ذهب واعطيته جرامين ذهب من نفس الجنس، اكون ضاعفت له فعلا، تكون هنا مضاعفه، المضاعفه لها معنى.
طبعا هذا في الدنيا، لكن الآية تتكلم عن المضاعفة، والمضاعفة لا يكون لها معنى إلا إذا كان من نفس الشيء. ذلك كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فالمضاعفة تكون مع تماثل، فهي حبة أنبتت 700 حبة، فلولا أن هذه الحبوب من جنس بعضها ما يكون فيه أن هذه 700 لها ميزة، لأن ممكن تكون هذه 700 حبة نوع رديء والحبة هذيك من نوع ممتاز، فما يكفي ولا حتى 1000. ممكن حبة واحدة من نوع ممتاز تعادل 1000 حبة من النوع الرديء، ما لها معنى 70. لكن تكون لها معنى المضاعفة إذا كان من نفس الجنس ومن نفس بنفس الخصائص. فإذا الخلاصة أن القرض هو مبادلة لمالين متماثلين، جميل. أما البيع فهو مبادلة لمالين مختلفين، ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فربط البيع بالاختلاف. فالاختلاف ما بين المالين هو في الحقيقة هو أساس البيع، فالبيع قائم على الاختلاف، بينما القرض قائم على التماثل. طيب، هذا يقودنا لنقطة مهمة، ما هو الفرق بين الربا وبين الربح؟ بعض الناس قالوا الربا زيادة والربح زيادة، ولا نعرف ما الفرق بين هذه الزيادة وهذه الزيادة، هذا مجمل أو مبهم، ولذلك للأسف توصلوا إلى نتيجة غير جيدة، وهي قالوا أن آيات الربا في القرآن مبهمة ومجملة غير واضح، ما نعرف ما معنى الربا. الربا زيادة، ولكن الربح أيضا هو زيادة، ما هو الفرق بين هذه الزيادة؟ نحن لا نعرف. نقول غير صحيح، هذا ليس صحيحا، لا من حيث اللغة العربية ولا من حيث استقراء نصوص القرآن الكريم نفسه. فزي ما قلنا الربا مبني على القرض، والقرض مبني على التماثل، فإذا الربا هو زيادة مبنية على التماثل. الربا هو زيادة من جنس رأس المال نفسه، من جنس الأصل. يقال في اللغة العربية ربا الجرح إذا تورم، إذا ورم يعني، وهذا معناه أن الجرح نفسه تورم، هي زيادة من جنسه. وقال الله عز وجل اهتزت وربت الأرض، يعني اهتزت الأرض نفسها، هي ربت ارتفعت كذا، هي نفسها الأرض، هذه ليست زيادة من خارجها. وإذا قال وأنبتت من كل زوج بهيج، ما جعل النبات هو ربو أو لا، ميز بين ربوة الأرض اهتزت وربت وأنبتت، ميز ما بين أن الأرض ربت وما بين أنبتت، لأن النبات مختلف عن جنس الأرض، ليس هو من جنس الأرض، لكن ربت الأرض ارتفعت، هي نفسها، هي نفسها بخصائصها وترابها، وهي نفسها ارتفعت. فإذا ربت يعني زادت من جنسها، وأنبتت زيادة من غير جنسها، وهذا نفس الشيء جنة بربه. إذا الربا هو زيادة من جنس رأس المال، من جنس الأصل، بخلاف الربح. الربح لا، هو زي ما قلنا الربح هو ربح البيع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى لما صهيب رضي الله عنه هاجر من مكة إلى المدينة، وعطاهم أمواله وعطاهم كل ما يملك مقابل أنهم يتركونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى. نفس الشيء أبو الدحداح رضي الله عنه لما كان في شخص يريد نخلة، فقال بعنيها ولك في الجنة، فقال فتبرع أبو الدحداح رضي الله عنه بحائطه لوجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع. فإذا الربح هو مختص بالبيع، بينما الربا مختص بالقرض. فالربا هو زيادة من جنس الأصل، بينما الربح هو زيادة مغايرة للأصل، لأن الأصل زي ما لأن البيع زي ما قلنا مبادلة لمالين مختلفين. إذا الربح هو ثمن البيع ناقص ثمن الشراء، ولكن المبيع مختلف عن الثمن. فأنت تبيع سلعة بنقد مثلا، أنت اشتريت هذه السلعة بنقد ولكن ثم بعتها بنقد، والفرق بين الثمنين هو ربحك، لكن في كل مرة أنت تبيع، والبيع هو مبادل لمالين مختلفين. أما الربا فهو الفرق بين الدين المستحق ورأس مال القرض، وهما من جنس واحد. فإذا في الحقيقة نصوص القرآن الكريم واضحة، ونصوص السنة النبوية واضحة في تحديد معنى الربا، ولا يوجد في الحقيقة إبهام ولا إجمال، لأن القرآن جاء للبيان، ما جاء للإبهام وما جاء للغموض. وللأسف الشديد كثير من الناس اللي يحاولون أنهم يعني
بشكل او باخر يبررون للفائده يحاولون يقولون ان الربا مبهم ومجمل وغامض وغير واضح وما له داعي، انتم يعني من وين جب؟ هذا غير صحيح، كل هذا الكلام للاسف غير صحيح، هذا يناقض اصلا ان القران تبيانا لكل شيء، يناقض اصلا هدف من القران نفسه وهو البيان والوضوح. الان طيب، الان قلنا القرض مبادله لمالين متماثلين، وقلنا القرض مبادله لمالين متشابهين، جميل، عفوا مختلفين، اذا القرض مبادله لمالين متماثلين، البيع مبادله لمالين مختلفين، ماذا اذا كان البدلان متشابهين؟ لا هم متماثلين ولا هم مختلفين. هذا يدلك على كمال الشريعة الإسلامية، لم تترك ثغرة. الشريعة لم تترك ثغرة في محاصرة الربا. لو الشريعة اقتصرت على هذا كان بسهولة ممكن ندخل في الربا بألف طريقة وطريقة. ممكن أنا آخذ دولارات وأرجع ريالات، أقترض من الأخ ناصر 100 دولار وأرجع له بدل ما أرجع له مثلا 110 أرجع له 400 ريال مثلا. أقول والله خلاص هذا بيع، لأن هذا لمالين مختلفين، عملة الدولار تختلف عن عملة الريال وهكذا. فما تكون الشريعة حققت الهدف من تحريم الربا وهو حماية الاقتصاد وحماية التبادل. فالشريعة جاءت السنة لسد هذه الثغرة، التشابه الأموال المتشابهة هذه أو التبادل للأموال المتشابهة، هذا هو نطاق ربا البيوع، هذا هو نطاق ربا البيوع. بإمكاننا نوضح هذه الفكرة لو جعلنا هنا شوف. طيب لو قلنا هذا المحور يمثل درجة التماثل بين البدلين في أي مبادلة، نشوف هل البدلين متماثلين تماما، هل هم مختلفين يعني اختلافا جوهريا، أم هم متشابهين؟ فإذا كانوا متماثلين فهذا قرض ويخضع لأحكام ربا القروض، إذا كانوا مختلفين فهذا بيع ويخضع لأحكام البيوع، أما إذا كانوا متشابهين فهو يخضع لأحكام ربا البيوع. وهذا يدلك كيف أن الشريعة ما تركت هذه المنطقة فارغة. لو ما عندنا ربا البيوع، لو ما عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، لو ما كان عندنا هذا الحديث كان عندنا المنطقة هذه فارغة، كان عندنا فراغ تشريعي، كان يصبح عندنا فراغ تشريعي، ولكان يصبح النظام الإسلامي فيه ثغرات أساسية، مش إن ثغرات يعني يمكن نغطيها بالاجتهاد، هذه أمور صعب، خصوصا ان الشريعه قالت الاصل الحل، يعني لا نستطيع نمنع شيء دون ان يكون هناك فعلا سبب كافي للمنع. فمن كمال هذه الشريعه المطهره في محاصره الربا هو انها اغلقت هذه الثغره وهي ثغره ربا البيوع. فاذا نستطيع ان نصنف التبادل كالتالي، اما التبادل لشيئين مختلفين وهذا بيع، واما تبادل لشيئين متماثلين فهذا في الحقيقه قرض، فإن كان قرض والكمية متساوية فهو قرض حسن، وإن كان قرض والكمية غير متساوية فهو ربا القروض. أما إن كان تبادل شيئين متشابهين لا هم متماثلين ولا هم مختلفين، فحينئذ ننظر هل المتشابهين، هل البدلين هذولي المتشابهين هل هم من الأصناف الستة وما يدخل في حكمها أو ليس كذلك؟ إن كان يدخل في الأصناف الستة وهي الذهب والفضة والقمح والتمر والشعير والملح أو ما في حكمها هذا يخضع لربا البيوع، وإذا كان ليس من الأصناف الستة فهذا يخضع للبيع شأن بقية البيوع. إذا يأتي السؤال ما هي الأصناف الستة؟ قلنا ما هي الأصناف الستة وما هي ضوابطها أو ما هي يعني عناصرها، الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. الآن هذا طبعا الجدول مأخوذ من كتاب الدكتور رفيق المصري الجامع في أصول الربا. مبادلة ذهب طبعا الرموز هذه من عندي، يعني هذا فيها تحوير يعني الجدول. الذهب بالذهب في شرطين، أن يكون يدا بيد الساعة يعني فورا يدا بيد ومع التساوي في الكمية يدا بيد سواء بسواء.
أما الفضة مع الذهب فقط يحتاج أن يكون يدا بيد. الفضة مع الفضة يدا بيد سواء بسواء، القمح بالقمح، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، كل واحد من هذه يدا بيد سواء بسواء. أما القمح مثلا مع الملح فهو يكون يدا بيد. طيب يجي السؤال، يعني احنا ما نريد ندخل في التفاصيل لكن نريد ناخذ المنطق العام. المنطق العام لو لاحظت كل ما كان البدلين متشابهين او متقاربين اكثر كل ما شددت الشريعه في الشروط. يعني الذهب مع الذهب في شرطين، يدا بيد سواء بسواء، اما الذهب مع الفضه ففي شرط واحد وهو يدا بيد. فكل بينما الفضه الذهب مع القمح لا يوجد فيه قيود من حيث الربا، يخضع فقط للقيود العامه للتبادل في الشريعه الاسلاميه. فاذا كل ما تشابه البدلان وهو المحور كل ما شددت الشريعه في القيود، وكل ما اختلفوا كل ما سهلت. هنا مثلا درجه من الاختلاف قيد واحد، هنا درجه الخلاف اكبر خلاص يخضع للبيع. وهذا زي ما قلنا نفس المنطق اللي هنا، وهو اذا كل ما تشابه وتقارب البدلان اكثر كل ما كان اقرب لهذه الناحيه، كل ما اختلف البدلان اكثر كل ما كان اقرب لهذه الناحيه. طب انا اسالكم سؤال، اين يتم توليد الثروه؟ اين يتم توليد القيمة المضافة؟ أين يتم التوظيف؟ أين يتم تحقيق الرخاء للمجتمع؟ يتم هنا في هذه الدائرة، دائرة البيع بالمعنى العام، وهو كل نشاط اقتصادي نافع. هنا يتم توليد الثروة، هنا يتم إيجاد القيمة المضافة، هنا يتم توليد الوظائف، وهنا يتم بإذن الله طبعا تحقيق الرخاء للمجتمع. بينما هنا ماذا يحصل؟ تدمير الثروة، تدمير الاقتصاد وتدمير. ولذلك الشرع يشدد هنا جدا ويتساهل هنا جدا، او يوسع الدائره هنا ويضيق جدا الدائره هنا، وهنا منطقه رماديه جعلها بمثابه حمايه ان ينحرف النشاط الاقتصادي الذي هنا ينحرف الى هنا. هنا كذا تقول مطبات صناعيه وحواجز وما نعرف ايش، ليش؟ عشان ما ينحرف التبادل الى جهه الربا. حمايه للنشاط الاقتصادي النافع من انه ينزلق الى، لان هذا مثل للاسف الهاويه، بسهوله ممكن انت ما تشعر، تمشي تمشي وما تدري انت في الهواء، بعدين ما عاد تقدر تتراجع خلاص. فالشريعه بحكمتها وضعت هذا الحاجز حمايه للنشاط الاقتصادي هنا من انه يقع في ربا القروض. انا اشوف الان الساعه 1:15 ويبدو لي لو اردنا نكمل. انت سباق للخير يا دكتور، كنت ناوي ابعث لك ورقه زي ما بيسووا بالمؤتمرات التقليديه واقول لك طيب. انه الوقت فالان الوقت هو انتهى، باقي 10 شرائح وما اظن حيكفي الوقت، ممكن نخليها محاضره ثانيه اذا تحب. ممكن ناجلها، ممكن نعملها نعم في محاضره اخرى، لذلك انا اتوقع انه غالبيه الحضور الان شغوفين بانهم يطرحوا الاسئله، وانا بتصور انه احنا ممكن لان نعول على عقلانيه و الحضور بان نفتح الان ميكروفوناتهم كامله، ولكن ارجو انهم يلتزموا في مساله الطرح، انه ما يعني ما يكون اكثر من 2 يسالوا نفس السؤال وما ذلك. فاخواني الان واخواتي كلكم راح نفتح الميكروفونات تبعكم الان، كلكم راح يكون صوتكم مسموعه، فاذا ناس عندكم عنده ضجه او شيء يرفع يده يقول لا تفتح الميكروفون عندي. اذا اي ناس منكم ما يرغب اني افتح ميكروفونه يرفع يده لو سمحتوا. خواتي اي ناس، في ناس ما يرغب اني افتح ميكروفونه يرفع يده بس. خلاص الكل نفتح، الان نفتح الميكروفونات ونبدا انا اسال يعني شخص شخص، وكل شخص يسال من عنده اذا كان عنده سؤال، فنبدا فيهم على الدور لانهم مرتبين تقريبا عندنا على بطريقه ابجديه او هجائيه. ف بس دقيقه اسمحوا لي. بسم الله. طيب في الاخ مراد، الاخ مراد تسمعنا؟ وعليكم السلام ورحمه الله. تعلي صوتك اذا في عندك سؤال تحب تساله الدكتور سامي. لا والله الشرح كان في المستوى. الشرح كان في المستوى. اي نعم نسمعك نسمعك كذا تفضل. هو بس عندي ملاحظه انه رغم ان الكل بيعرف ان الربا حرام في المجتمع المسلم، ولكن رغم ذلك يتعاملون بها. ايش رايك دكتور سامي في هذه العموميه؟
يعني السؤال لماذا الناس يتعاملون بالربا رغم انه محرم يعني؟ هو ملاحظة عنده انه الان اصبح التعامل بالربا تقريبا شبه مستمر، يعني على الاقل مقبول. في كثير من الناس يتعامل بالربا وتجده يصلي ويصوم وما الى ذلك، انا حسب ما افهم. اعتقد ان هذا الشخص او كثير من هؤلاء الاشخاص اذا وجد البديل سينتقل اليه. يعني المشكله هو اين البديل؟ كثير من الناس يتعاملون بالربا لانه لا يجد بديل اخر. اذا وجد البديل سينتقل اليه، فنحن يجب اذا نوجه جهودنا اولا لفهم طبيعه الربا، ثانيا لايجاد البدائل لكي نستطيع ان يعني ننقذ الناس من الوقوع في الربا. جزاك الله خير. طيب الأستاذ أمين، أمين شكير، عندك سؤال؟ أستاذ أمين، أستاذ أمين. طيب ننتقل للأستاذ محمد. محمد تاج الدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استاذ محمد. اولا اشكر السيد سامي اسماعيل على هذه المحاضره، وكان لي لقاء به في مراكش العام اللي فات، وهذا العام ايضا ان شاء الله نتمنى يكون معنا. السؤال اللي عندي استاذ هو هذا تحريم الربا اللي جاء التدرج، واش حتى احنا في المغرب غادي يدخلوا عندنا ان شاء الله البنوك الاسلاميه، واش يجب ان يكون التدرج ايضا في دخولها، يعني في عدم تحريم الربا او في تحريمها بالمره، يعني من المره الاولى يعني عند دخولها؟ انا اتصور اني فهمت انه يقصد بالتضرر الضروره، تقصد الضروره؟ نعم الضروره بالتدرج، يعني دخول البنوك الاسلاميه. نعم التدرج. نعم التدرج. دكتور سامي عندك تعليق على شيء لو سمحت؟ طبعا في رأيي مستحيل ان في بين عشية وضحاها يتم منع البنوك الربوية. في رأيي هذا عمليا غير ممكن، وهو ايضا غير يناقض الهدف الذي نأخذه. المطلوب هو البدء بمؤسسات غير ربوية، البدء فيها. واما البنوك الربويه فهي تبقى، ولكن تدريجيا مع الوعي ومع النشاط يتم شيئا فشيئا يعني خلال المؤسسات الاسلاميه مكانها. لكن انا احث جميع الاخوه سواء في المغرب او في المشرق او في الشمال او في الجنوب الى ان يركزوا على المؤسسات غير الربحيه. مثل ما قلنا تحريم الربا بدا اولا بالزكاة. 13 سنة من البعثة لم تنزل آيات صريحة وواضحة وحاسمة في المنع. كان التركيز الأساسي على أعمال البر والمعروف والنشاط غير الربحي، ولذلك أنا أدعو الإخوة سواء في المغرب أو في غيره أن طبعا ما شك نرحب والجميع يرحب بنظام البنوك التشاركية والسماح بها، هذا لا أحد يشك في ذلك. الجميع يرحب بذلك، خطوة ممتازة وإيجابية، ولكن نريد أيضا مع هذه الخطوة أن يتم إنشاء مؤسسات أساسية مثل بيت الزكاة، مثل مؤسسات القرض الحسن، مثل الجمعيات غير الربحية والخيرية. هذه أساسية لتخفف من مشكلات سوء توزيع الثروة التي نتجت أو تنتج دائما في كل مكان، هذا ليس في مكان دون آخر. في كل اقتصاد يحصل سوء توزيع للثروة، ويحصل تركيز للثروة، ويحصل هناك جوانب من الخلل تحتاج إلى علاج. فتبدأ أولا أو على الأقل بالتزامن إيجاد مؤسسات غير ربحية، هذا في رأيي ضروري جدا جدا. نفس البنوك المؤسسات الربحية لن تنجح بالشكل المطلوب إذا لم يتم علاج مشكلات توزيع الثروة من البداية. من مصلحة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أنها تجد شريحة أكبر من الناس اللي يمكن يستفيدوا منها، بينما لو كانت الثروة مركزة بيد الأقلية فهذا معناه الشريحة التي يمكن تستفيد منها هي أقلية. إذا من مصلحة البنوك إعادة توزيع الثروة بحيث يكون هناك شريحة أكبر تستطيع أن تستفيد من التمويل الإسلامي. فندعو الجميع إلى أن يحققوا التوازن
بين المؤسسات الربحيه وغيرها، لا يكون تركيزنا فقط على مثلا البنوك ومؤسسات التمويل الثانيه وهي ما في شك مهمه وضروريه، ولكن بنفس الدرجه واولويه طبعا بيت الزكاه او مؤسسات الزكاه والقرض الحسن. واحب اقول فقط انها الزكاه طبعا فريضه وركن من اركان الاسلام، ولذلك هذا امر لا يحتمل يعني. الشيء الثاني ان بقيه اعمال المعروف ومنها القرض الحسن هي فرض على الكفايه. وكما تعلمون فرض الكفايه اذا لم يقم به من يكفي ماذا يحصل؟ يؤثم الجميع. ياثم الجميع ياثم، كل افراد المجتمع ياثمون، لانه حتى لو انا غير قادر على اني انشئ مؤسسه قرض حسن انا قادر ان اشجع الشخص القادر على ان ينشئ واطالبه. فاذا الجميع ياثم لان الجميع بامكانهم بشكل او باخر يتعاونون ويحث بعضهم بعض ويتحظون على اعمال البر. فهذه فريضه في الحقيقه، هذا فرض كفايه وهو القرض الحسن، فرض كفايه على المجتمع يجب اذا المجتمع يقوم فيه والا ياثم الجميع. يعني باختصار دكتور انت تقول انه في البدايه خصوصا التدرج، وهو ملاحظه الاخ محمد تاج الدين، انه نقول التدرج يبدا في مساله المؤسسات غير الربحيه وبالذات او الاعمال غير الربحيه سواء كانت زكاه او مساله القرض الحسن، وهو نعم. الخطوه الاولى تجاه مكافحه الربا او محاصره الربا، والخطوه الاولى ايضا تجاه تاسيس العمل المالي الاسلامي. نعم. طيب الان لدينا نشوف الاخت الاخت مريم من فرنسا من باريس. السلام عليكم، اشكر دكتور سامي ودكتور زياد على هذه المحاضره القيمه. انا محلله ماليه في باريس من اصل مغربي. لدي فقط بعض توضيحات، اريد بعض تفسير الايه. قال الله سبحانه وتعالى فان تبت فلكم رؤوس اموالكم، يعني فقط تفسير هذه الايه. والنقطة الثانية وهي قال الأستاذ قبل قليل الدكتور سامي أن ضروري أن يكون هناك يعني البديل في المال الإسلامي يعني، لكن كان هناك تكلمت مع كثير من الناس يقولون أنهم متشجعين للمالية الإسلامية، يعني لشراء لاقتناء المنزل، لشراء المنزل عن طريق البنك الإسلامي، لكن يجدون أن تكاليف البنك كثيرة بالمقارنة مع البنك العادي. مثلا في عوض أن يشتروا منزل مثلا ب 200 يورو 100 فرانك يعني ثمن مضاعف تقريبا بالبنك الإسلامي، وهذا يجعل أن كثير من الناس يترددون في اقتناء المنزل. هل في إطار المالية الإسلامية هل يكون الجميع يعني يريدون تطبيق الشرع الإسلامي والمالية الإسلامية، ولكن هل يمكن للبنك الاسلامي بتخفيض بعض التكاليف سواء في اقتناء المنازل او في بعض المعاملات في البنوك الاسلاميه؟ شكرا اخت خديجه. اتوقع دكتور الاخت خديجه سالت ثلاث اسئله وليس مريم الاخت مريم اسف الاخت مريم لانه هي خديجه تاتي بعديك في الدور، فلذلك انا اقرا اسمها مثل اسم. فقط اثنين اسئله في شرح الآية رؤوس فلكم رؤوس أموالكم، والنقطة الثانية هي يعني تخفيض تكاليف البنك الإسلامي. تفضل جميل دكتور سامي. تفضل دكتور سامي لأنه في عندنا تقريبا بعد 10 أشخاص أو أكثر، فنحتاج الأسئلة تكون سريعة. بارك الله فيكم، الإجابة سريعة دكتور، الله يجزيك الخير. نعم. فلكم رؤوس أموالكم، يعني إذا إنسان أقرض بفائدة فيجب عليه أن يتوب، وإذا أراد أن يتوب فهو يقبض أو يحصل على رأس ماله. لكن العلماء جمعوا بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فقالوا إذا شخص أقرض بفائدة وقبض الفوائد هذه، جزء منه قبضها وجزء لم يقبضه، فالجزء اللي قبضه عفى الله عنه فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني
إذا استمر على التوبة فالله يعفو عما سلف من الربا، ولكن إن رجع للربا أخذ بالأول وبالآخر. وأما ما لم يقبضه بعد فهذا يجب أن ما يأخذه. إذا إنسان له دين على شخص فهو يحتسب منه، يأخذ منه رأس المال فقط ويسقط الفوائد التي عليه. طبعا إذا كان شخص مسلم واقترض من بنك تجاري أو ربوي خصوصا في بلاد غير إسلامية، ما يجوز لي يجي يقول والله أنا تبت وآسف ما حقدر أعطيك الفوائد، هذا ما يصلح، لأنه البنك الذي أقرض هو لا يعني سواء يعني خصوصا في الدول غير الإسلامية هو لا يلتزم أساسا بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا ينبغي أن تكون الشريعة هي ذريعة لنقض العقود. لذلك الفقهاء تكلم قال لو شخصين حصل بينهم، شخصين غير مسلمين حصل بينهم ربا، يعني مثلا اقترض واحد من الثاني 100 دينار مقابل مثلا 110، ثم أثناء العقد طبعا لو أسلموا كلهم فالمقرض ما يأخذ إلا 100 فقط، لو أسلم المقرض ما يأخذ إلا رأس ماله أيضا وما يأخذ العشرة الزائدة. أما لو أسلم المقترض فقط ولم يسلم المقرض فقالوا المقترض يجب عليه أن يسدد، أن يوفي بالعقد. فالشريعة الإسلامية ليست ذريعة لنقض العقود. هذه النقطة الأولى، فلكم رؤوس أموالكم، يعني ما لم يتم قبضه، هذا طبعا إذا كان الدائن والمدين كلاهما تابوا ونابوا إلى الله. بالنسبة لتكلفة التمويل الإسلامي لها جانبين، الجانب الأول طبيعة أي بزنس ناشئ، أي عمل استثماري أو مالي ناشئ ستكون تكلفته أعلى. ما في مقارنة بين مثلا محل تجاري يبيع بعشرات أو مئات الألوف يوميا وبين محل صغير يبيع فقط بألوف يوميا، فطبيعة العمل الصغير تكون تكلفته أعلى. لكن هذا ليس مبرر طبعا للبنوك الإسلامية أن تأخذ هوامش أعلى. يمكن للبنوك الإسلامية أن تعالج هذه المشكلة من خلال مثلا، هنا يجي دور التكافل والتعاون ومؤسسات غير ربحية. إذا كان هناك جمعيات غير ربحية ما بين المقترضين أو بين المدينين عملاء البنك الإسلامي، بحيث لو عجز أحد منهم يتم سداد هذا الدين من خلال سهم الغارمين في الزكاة على سبيل المثال، أو من خلال صور التبرع الأخرى، فهذا يعتبر رافد من روافد التمويل الإسلامي ويخفف من التكلفة، يقلل من التكلفة. طبعا يجب لا ننسى أن هناك فرق أخرى، وهي أن التمويل الربوي هو يعطيك فائدة الآن مخفضة، ولكن لا يوجد سقف على حجم الدين. زي ما قلنا الدين ينمو، فممكن الدين ينمو وينمو، لا يوجد سقف على الدين، بينما في التمويل الإسلامي هناك سقف على الدين لا يمكن أن يزيد عنه. فهذا السقف هو كأنه بمثابة تأمين، يعني إنشورنس، أن الشخص لو أصيب بتعثر أو أصيب بمشكلة سمح الله أو كذا لا يستمر الفائدة تحتسب على الدين. فهذا كأنه إنشورنس، وهذا الإنشورنس حيكون له بريميوم، حيكون هو تكلفة، لأنك لو رحت للبنك الربوي وقلت له أبغى إنشورنس حتدفع رسوم إضافية مقابل الإنشورنس، ومن ثم حتلقى نفسك دفعت أكثر. فالتمويل الإسلامي فيه عناصر ذاتية تمنع من تضاعف الدين، وهذا ضمنيا يرفع التكلفة، ولكن ممكن تخفيف هذه المشكلة من خلال إيجاد جمعيات أو مؤسسات غير ربحية تساهم في تخفيف هذه المشكلة بالنسبة للبنوك الإسلامية. نعم. بارك الله بك دكتور. الآن في عندنا الأخت خديجة. الأخت خديجة عندك سؤال؟ بسم الله الرحمن. شكرا للدكتور سامي. سؤالي سريعا هو لماذا هذه الأصناف الستة في الحديث المشهور؟ لماذا إيش؟ لماذا هذه الأصناف الستة؟ يعني الذهب والفضة يمكن قياسها بالأوراق النقدية، لكن الأصناف الأربعة المطعومة لماذا هذه الأصناف بالضبط وليس غيرها؟ شكرا جزيلا. جميل. هذا السؤال عن علة ربا البيوع. في عدة طبعا مدارس فقهية في تعليل ربا البيوع، لكن لو نظرنا إليها بنظرة عامة وجدنا أن كل واحد من هذه الأصناف الستة
يجتمع فيه أمران، أولا أنه أمر ضروري، ثانيا أنه مثلي فنجبل. ومعنى فنجبل أو مثلي أنه قابل للإقراض والاقتراض، فهذه أموال قابلة للإقراض والاقتراض، ولذلك جاء الشرع يضيق النطاق لأن خشية من الوقوع في ربا القروض. ولكن هي أيضا ضرورية لأن الشخص ما يقترض، عادة الناس ما يقترضوا أشياء لا يحتاجونها أو أشياء ليست ضرورية، عادة الناس يقترضوا الأشياء الضرورية. فإذا هذه الأصناف الستة كلها بينها أوصاف مشتركة، هي أولا أنها أموال ضرورية ومهمة على الأقل في ذلك الوقت، ثانيا هي مثلية بمعنى أنها يعني لو أخذت كيلو قمح وفرزت حتلقى أجزاءها متماثلة يقول لك، أو متشابهة إلى حد كبير جدا، تعتبر عمليا متماثلة. فكونها أموال مثلية يعني أنها قابلة للإقراض والاقتراض، لأن زي ما قلنا القرض هو أن ترد مثله، تأخذ الشيء وترد مثله. فكونها مثلية يعني قابلة للإقراض والاقتراض، وكونها ضرورية معناها هي مظنة الناس يحتاجونها ومن ثم يقترض. فهذه الأموال الستة هي أموال قابلة، هي مظنة أن يتم اقتراضها، ولأن مظنة أن يتم اقتراضها فهي تؤدي بنا إلى ربا القروض. هذا باختصار شديد طبعا، لكن أحيلكم على كتاب مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي، هو موجود على الإنترنت، يعني في مناقشة ربما تكون موسعة أكثر. طبعا مدخل الدكتور ما شاء الله دائما متواضع، هو كتابه، هو كتاب الدكتور سامي سويلم على موقعه على الانترنت، موجود مدخل الى اصول التمويل الاسلامي، وفي شرح وافي لهذه الامور اختي الكريمه والمستمعين ان شاء الله. طيب الان الاخت زاهره، زاهره بني عامر من الاردن، عندك سؤال اخت زاهره؟ اخت زاهره المايك ايضا يبدو لي انه المايك عندك فيه مشكله، الميكروفون. اخت زاهره تسمعينا؟ ايوه تفضلي. لا اختي زاهره انا نرجع لك بعد شويه لما تضبط الميكروفون، لان يبدو لي انه هو يعني في اشكال عندك في المايك. نروح للاخ محمود، او محمود محمودو او محمودو او الاخ محمودو او محمود، اخ محمود عندك سؤال؟ طيب الان اخواني على أساس نستفيد من وقت، اللي عنده سؤال بس يرفع يده لو سمحتوا، ارفع يده. أنا عندي الآن الأخت، عفواً الأخ أيمن، الأخ أيمن تفضل. أي نعم معك. تفضل أخي أيمن. السلام عليكم ورحمة الله. نعم السلام ورحمة الله. أخو أيمن الهراغي، باحث ماجستير مالية إسلامية جامعة الزيتونة تونس. أحييكم ابتداء على المبادرة، وأشكر الدكتور سامي على هذه المداخلة القيمة. فقط عندي سؤالين بسرعة أسوقهم. السؤال الأول متعلق بحديث الأصناف الستة، وخاصة الأصناف الأربعة التي تصنف من المطعومات، وهي القمح والشعير والتمر والملح. السؤال هو، هل هذه الأصناف هي مقصودة لذاتها أو ما كان على شاكلتها؟ أي مثلا في بلاد آسيا على سبيل المثال نجدهم يستهلكون مثلا الأرز بطريقة معناها كبيرة، أكثر ربما من القمح أو الشعير أو التمر أو غيرها. فهل هذه الأصناف تأخذ مأخذ الأصناف المذكورة في الحديث، أي أنها معقولة المعنى إذا صحت العبارة؟ السؤال الثاني هو خاص بالمنتجات البديلة المالية الإسلامية، نذكر منها منتج المرابحة للآمر بالشراء التي تعتمدها تقريبا جل البنوك الإسلامية. فقط يعني ملاحظة مهمة، نحن في تونس على سبيل المثال ليست لدينا الكثير من البنوك الإسلامية، ربما في بنك أو اثنين تقريبا. ما نلاحظه هو ارتفاع المخاطر في عقد المرابحة أو المرابحة، وانخفاضها بالنسبة للبنوك الربوية. يعني في المقابل نجد منافسة صعبة جدا بالنسبة للبنك الإسلامي،
باعتبار ارتفاع المخاطر، لأنه سوف يشتري البضاعة يضعها ربما في مكان للخزن أو مكان ل يعني الحفاظ على هذه البضاعة باعتبارها تدخل في ملكه، ثم يبيعها للآمر بالشراء الذي ربما في بعض الحالات لا يلتزم بشراء هذه البضاعة بعد أن وعد بشرائها عند اقتناء البنك لها. فهنا ترتفع المخاطر عند البنك الإسلامي، فهل من سبيل إلى التخفيض من هذه المخاطر لتسهيل العملية أكثر على العمل للبنك الإسلامي عموما؟ وجزاكم الله عنا خير. بارك الله خير، بارك الله فيك. تفضل دكتور سامي. طيب، بالنسبة للسؤال الأول وهو هل يقاس على الأصناف الستة ما هو في حكمها؟ جمهور العلماء يقولون نعم، وذكرنا نحن الخصائص اللي اتفق العلماء عليها. اتفق العلماء على أن هذه الأصناف الستة ضرورية، واتفقوا على أنها مثلية، وهو نص الحديث مثلا بمثل، فهي أموال مثلية. هذين الوصفين متفق عليهم، ليس محل خلاف. فإذا أردنا أن نقيس عليها فكل ما كان يجمع ما بين الوصفين، سواء من حيث المطعومات مثلا الرز ضروري ومثلي، ممكن السكر، فممكن في بعض الأماكن ربما تكون القهوة، وهكذا. هذه أمور نعم تنطبق عليها العلة ويقاس عليها مثلها. لكن أحب بس أؤكد مرة أخرى أن ربا القروض في كل الأموال، هذه كنت يعني كان ودي أكتبها هنا، هذا ربا القروض هذا في كل الأموال وليس في بعض الأموال. أما ربا البيوع فهو في بعض الأموال طبعا، والبيع في كل الأموال. فربا البيع هو دائرة ضيقة، والحقيقة ما فيها يعني هي ما تتوقع أن يكون فيه عمل أو نشاط كبير في موضوع ربا البيوع في العصر الحاضر. ولكن عموما من حيث المبدأ نعم يقاس عليها ما هو في حكمها إذا كانت العلة واضحة. وطبعا واضح النقود، علاقة النقود بالذهب والفضة هذه واضحة، وهناك علماء ذكروا الأرز وذكروا غيرها من أنواع الأطعمة المعاصرة. طيب، السؤال الثاني كان يتعلق حول تطبيق المرابحة للأمر بالشراء، ولا يلزم البنك أن يكون عنده مخزن. إذا البنك استطاع أن يبني علاقة جيدة مع التجار والمتاجر، فهو يشتري من التاجر ويبقي البضاعة في مخزن التاجر أو بيد التاجر على وجه الأمانة، ويفوض التاجر في بيعها إلى العميل أو إلى المستفيد بثمن مؤجل. يستطيع البنك إذا استطاع أن يبني علاقات إيجابية مع المتاجر المختلفة في المدينة أو في البلد أنه يستفيد منهم، وبذلك تصبح العلاقة تكاملية بين البنك من جهة وبين التجار، وليست علاقة تنافس. لو أن البنك راح فتح معرض سيارات أو معرض أثاث أو مخزن أطعمة أو كذا، في الحقيقة صار ينافس التجار ولا يكمل عمل التجار. نحن نريد النموذج الوساطة المناسب للبنوك الإسلامية هو أن يكون دور البنك مكمل وليس منافس. ما نطالب البنك يكون هو بنفسه تاجر، نطالبه أن يكمل عمل التجار وأن يكون هو بمثابة إما شراكة أو وكالة ما بين التاجر وما بين البنك. زي ما قلنا البنك يعني يشتري البضاعة من التاجر، ولا يحتاج البنك عشان يشتريها انه يروح موظف ولا يجي موظف. عندنا وسائل اتصال حديثة، وجائز هذا بقرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية، جائز الشراء والبيع عن بعد، لا يلزم. فنحن المفروض البنوك الإسلامية تبدأ تستخدم التقنية الحديثة لكي تستطيع ان تنفذ المعاملات اللي فعلا تحقق هدف التمويل الإسلامي، وهو تمويل السلع والخدمات والنشاط الحقيقي، وليس سلع سورية ليس لها وظيفة. أرجو أني أكون أجبت على سؤالك يا أخي. جزاك الله خير. السؤال الإجابة إن شاء الله أنها واضحة، لكن في عندنا الآن في الأخت، قلنا يا إخواني اللي أو أخواتي اللي عنده سؤال بس يرفع يده، في الأخت أمل أحمد. الأخت أمل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل تفضل يا أختي. شكرا جزيلا.
فيكم. شكرا استاذ سامي، شكرا استاذ زيادات. انا استاذ عندي سؤال فيما يخص ربا البيوع، وهنا اظن انه هنا الثغره. فمثلا في السوق السوداء للعمله، مثلا انا مثلا اريد ان اشتري مثلا 100 دولار مثلا من السوق السوداء، بما يساوي بما يعادل الدينار الجزائري، 100 دولار تعادل 10,000 دينار جزائري بالسوق السوداء، و7,000 دينار جزائري في التجارة الخارجية. فأستاذ هنا يعني كيف هل هو تعتبر ربا، أو لأنه الجنسين يعني متمثلين، نقود مع نقود. فأستاذ من فضلك أنا أتمنى أن تكون من عندك مداخلة يعني شفافة جدا، عشان نشيل يعني نحط على جنب الـ يعني يكون إجابة شفافة. شكرا. طيب الآن الدولار مقابل الدينار مثلا، هل هذا ذهب بذهب أو هذا ذهب بفضة؟ لا لكن أستاذ قلت لنا، اسمح لي أستاذ أتدخل، قلت لنا أنه يعني في ربا البيوع هما متمثلين أستاذ، نقود مع نقود فقط. ولكن طيب جميل، إذا خلينا نوضح النقطة دي. مجموعة النقود، شفتوا المربع الأسود هذا الثقيل، هي الذهب والفضة، جميل؟ هذه مجموعة النقود. وأما مجموعة القوت الضروري فهي اللي تشمل الأصناف الأربعة: القمح والشعير والتمر والملح. طيب ما هي ضوابط مبادلة الذهب بالذهب، وما هي ضوابط مبادلة الذهب بالفضة؟ الذهب بالذهب يشترط أن يكون، أو يشترط أن يكون يدا بيد فوري، وأن يكون سواء بسواء. أم يعني مثلا الأخ ناصر عنده 100 دولار أسترالي جديدة وعليها صورة الملكة مثلا، وأنا راغب في هذه القطعة الورقية اللي عليها الصورة وعليها كذا، يقول لي لا أنا أبيك إياها ب 110 دولار أسترالي. فلو جيت أخذت من الأخ ناصر 100 دولار أسترالي مقابل 110 دولار أسترالي، أنا أكون بادلت العملة بنفسها كما لو كنت بادلت الذهب بالذهب، وبذلك يجب علي أن يكون يدا بيد سواء بسواء. إذا ما يجوز أن الأخ ناصر يجي يقول لي هذه 100 دولار جديدة عليها شعار من يعرف إيش، عليها كذا، أبيعك إياها ب 110 دولار أسترالي، ما يجوز، لأن يجب أن يكون سواء بسواء، المئة بمئة إذا كان من نفس العملة ومن نفس الجنس. أما إذا كان هو جالي 100 دولار استرالي وأنا بعطيه ريال سعودي مثلا، خلاص لا يشترط التساوي في الكمية، وإنما يشترط أن يكون إيش؟ التوقيت، أن يكون يدا بيد. التوقيت بمعنى أن يكون فوري، أن يكون فوريا ويكون يدا. فالآن إذا أنا بأشتري مثلا دولار، أو سأشتري جنيه استرليني، أو سأشتري يورو، أو سأشتري درهم مغربي أو دينار جزائري وهكذا، طالما عملة مقابل عملة مختلفة، إذا أنا سأكون كما لو كنت أبادل الفضة بذهب، تمام؟ أو ذهب بفضة، يعني المربع هذا والمربع. إذا ما هو الشرط في هذه الحالة؟ الشرط أن يكون يدا بيد، لكن لا يلزم أن تتساوى الكمية. الآن يجي السؤال. سؤالها هي الآن، حتى أنه لا يجوز الآن، إذا سمحت بس أوضح نقطة، أنه أنا لما أبدأ أصرف فلوس، أنا لما أذهب عند الصراف الرسمي أبحث عن أكثر من صراف من يعطيني أفضل قيمة، صح ولا لا؟ يعني جميل، هذه النقطة الثانية، هذه النقطة الثانية وهي تفاوت سعر الصرف. الآن يجي السؤال، هل ما يسمى السوق السوداء هل هو ممنوع نظاما؟ هل الدولة تمنع بيع الدينار الجزائري إلا من خلال المؤسسات المحددة المصرح لها؟ إذا كان الدولة تقول ممنوع بيع الدينار الجزائري إلا من خلال المؤسسات المسموح لها، ففي هذه الحالة يمنع بيع أو شراء الدولار أو بيع الدينار الجزائري خارج هذا النطاق، تصبح سوق سوداء. أنا ما أعرف ما هو النظام، الناس يسموه سوق سوداء ليس لأن أنا ما أعرف، ليس دائما أنها ممنوعة نظاما، وإنما لأنها غالية.
طبعا الاصل الحل، لكن اذا ولي الامر قرر انه لا، حمايه للاقتصاد وحمايه للبلد في العملات خصوصا طبعا، لان هذا شيء حساس، اذا كان النظام يمنع اذا ممنوع. هي مش لان الفرق، مش لانها يعني طبعا الغبن في الاموال هذا ما يجوز عموما، سواء في النقود او في غير النقود، لكن السؤال عن السوق السوداء مقابل السوق الرسميه يرجع في النهايه الى النظام. إذا النظام يقول ممنوع فهو ممنوع شرعا، لأن في هذه الأمور ولي الأمر هو الذي يملك الحق يقول لا تبيع في هذه السوق ولا تبيع في هذه السوق، طبعا لأن الهدف هو حماية البلد في النهاية. بارك الله بك دكتور. أرجو أن أكون أجبت على السؤال. بارك الله بك دكتور. في الأخ مرباط عبد الرحيم، الأخ عبد الرحيم مرباط، الو تسمعنا اخ عبد الرحيم؟ طيب الاخ ايمن انت سالت سؤالك اتصور، الاخت امل الان، في ناس عنده سؤال من الاخوان يرفع يده من الاخوات. طيب انا عندي سؤال لو سمحت دكتور سامي، اذا تكرمت علينا، من خلال المحاضره وايضا من خلال ورقه بحثيه كنت قد قراتها لك، انه عله تحريم الربا هي مراكمة الديون أو زيادة الديون، هل أنا صحيح بفهمي هذا؟ أو نعم. هل هذه العبارة صحيحة؟ هذا نص القرآن، هذا نص القرآن. نعم، إذا العلة في تحريم الربا هي مراكمة الديون. طيب ماذا أو كيف نحكم على استخدام التورق في عمليات إعادة التمويل أو الريفاينانسينج؟ هذا الجزء الثاني من المحاضرة حقيقة، لأن إحنا زي ما قلنا في البداية عناصر المحاضرة كانت منهج التشريع السامي في محاصرة الربا. نعم. فإحنا تناولنا الآن ربا القروض وربا البيوع. بقي الربا في العقود المتعددة. أي نعم. هذه يدخل فيها الكالئ بالكالئ، يدخل فيها ربح ما لم يضمن، يدخل فيها العينة بصورها المختلفة. والحقيقة هي جزء أساسي من منهج محاصرة الربا، وهي فعلا تظهر جوانب أخرى مهمة كذلك في حكمة التشريع الإسلامي. يعني ممكن نمر باختصار، ولكن أنا أفضل إذا كان يعني تكون الجزء الآخر إن شاء الله مستقبلا نتناول، لأن فعلا هي هذه الأشياء مهمة لفهم أولا الهندسة المالية المتعلقة بالديون، وثانيا كيف الشريعة يعني أحكمت الأبواب بشكل فعلا متميز. في سؤال الأخت زاهرة اللي ما استطعنا أن ناخذها من وراء المايك، أتصور أنا بس حاب أني أشوف، هي بعثت سؤال يبدو لي على الشات، كيف يمكننا كباحثين الاستفادة من منهجية التشريع الإسلامي التي ذكرت كآلية لتتبع مواطن الربا وخاصة في المعاملات والمنتجات المالية الحديثة؟ يبدو لي أن هذا هو الجزء الثاني من المحاضرة. ممكن يعني كيف، زي ما قلنا منهج الباحث يجب أن يتعامل مع النظام الإسلامي مثل المستكشف الذي يريد أن يستكشف مدينة جديدة عليه، أو مدينة زارها من قبل لكن لم يتم استكشافه، وهي كبيره وقد لا قد يفنى عمره وما خلص يعني. أيوة. هذا هو المنهجيه، الاستقراء والاستكشاف والتتبع والمقارنه، ويعني جمع النصوص بعضها مع بعض من اجل نصل الى اطار متكامل وليس متضارب. هذا هو المنهج المهم اللي ينبغي الباحثين ان يهتموا فيه. اها طيب، في اتوقع تامر، الاخ تامر اتوقع الاخ تامر برضه في عنده سؤال، دقيقه بس خليني ادخل على اشوف الاخ تامر، اعمل له المايك تبعه. تامر، الاخ تامر بركه، الاخ تامر عندك سؤال لو سمحت. ايوه تفضل. اعتقد السلام عليكم الاول. تامر بركه من مصر، باحث دكتوراه. انا يعني استمعت جيدا للاخوه الزملاء ورد الفاضل الدكتور سامي. اعتقد ان ارتبط بالجزء الاخر، لان انا بسال التورق والتسقيق وشبهه الربا فيهما.
لان اعتقد ان كل اللي اتكلم على قال ان هو جزء من اشكال التعامل بصيغه المرابحه في البنوك. يعني مش عارف هل ممكن نحن نتناول هذا الأمر حاليا ولا ننتظر الجزء الثاني منه؟ ما هو مرة ثانية، ما هو بالضبط سؤالك؟ عن ما هو الجزء اللي ألو، تريد تسأل عنه؟ أيوه، أنا التورق والتصفيق وشبهة الربا فيها. يقصد التوريق، تقصد التوريق أخي الكريم، يعني السكيورتيزيشن، السكوك. السكوك. ايوه. طيب هذه تكون ان شاء الله في الجزء الثاني باذن الله، حتكون في الجزء الثاني باذن الله. طيب اخواني، قبل ان نختم انا ما احب انه بصراحه اترك الامور تنتهي بسرعه، انا ماسك في المايك وما احب انه يضيع من ايدي بصراحه. فاي شخص عنده سؤال لو سمحت يرفع ايده، يعمل اشاره الريز يور هاند. اي شخص عنده سؤال ممكن؟ اي شخص عنده سؤال؟ ما في أسئلة؟ أي شخص عنده سؤال؟ أخت أمل؟ أخت أمل عندك سؤال؟ أخت الأخت أمل عندك سؤال؟ ما زال عندك سؤال أخت أمل؟ عبارة عن مداخلة فقط. تفضلي. كتركيب لو سمح لي الدكتور سامي، لو ممكن أتدخل في موضوع، لأنه يعني أنا مختصة في تجارة خارجية، والآن بصدد تحضير الدكتورة في هذا الموضوع عن تملك التجارة الخارجية عن طريق البنوك الإسلامية وكذا. فأنا عندي بس ملاحظة يعني صغيرة إن شاء الله، أنه يعني نتطرق إلى نظام الحكومات. مثلا الحكومة هي نفسها تتدخل كمنافس للبنوك الإسلامية، البنوك الربوية الحكومية تتدخل كمنافس أول للبنوك الإسلامية. ونرجع للمداخلة الأخ من تونس لما قال أنه المرابحة عندنا وفيها مخاطر ومش مخاطر. الأخ بس هذه مجرد يعني غمامة رمادية تحطها الحكومات على البنوك الإسلامية لتشويش عقول المواطنين لكي لا يعني يتوجهوا إلى التعامل في البنوك الإسلامية. وأنا يعني أتمنى أن الأخ أن الدكتور سامي يحب يعني يعمل على الأقل يعني مقالة، يكتب مقالة في هذه الأمور، لأنه يعني بعض الأشخاص، وأنا نسيت الموضوع عن قرب جدا، يعانون، خاصة الشباب يعانون جدا 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 من الحصول على قروض، مثلا القرض الحسن، أو لأنه فيها نوع من البيروقراطية عظيمة جدا مقارنة مع البنوك الربوية التي تفتح لهم الأبواب. ها، وفي حتى مصالح. هذه بيروقراطية يعني في البنوك الإسلامية؟ هذه بيروقراطية في البنوك الإسلامية؟ لا اسمح لي، البيروقراطية على مستوى الهيئات الاستثمار للقروض المصغرة مثلا للشباب في الجزائر، مثلا في هيئات، وانا اساسا كنت اشتغل هناك يعني في هذه الهيئة التي تمنح قروض مثلا للشباب، اوكي، شباب اصغر من 35 سنة، لكي يعملوا يقوموا باستثمار. ونجد ان ما يوازي البنوك الربويه اللي هي البنوك الاسلاميه تكون مشاركه تحت ضعيفه جدا، بالكاد يعني 1% من النشاطات الماليه. وتلقى يعني انه هذا النوع من الهيئات تحفز الشاب ان يقترض من البنوك الربويه. فاستاذ هنا ان شاء الله انتم يعني اتمنى ان يكون تدخل كبير جدا لمكافحة، أنا أسميها مكافحة لأنها هي شيء من النزوح. الآن إحنا البلدان العربية الإسلامية تفكرنا البنوك الإسلامية عن طريق مثلا HSBC، نسمعوا أنها تتعامل بالمعاملات الإسلامية، مثلا بيبي باغيبا، مثلا يعني بنوك ذات أهمية جدا بس عالمية. عشان يعني من هذا يعني استيقظ المواطن العربي المسلم عشان يتبع الأجانب، لكن هو ليست له أي تقعد في النظري أستاذ، لأنه أنا مش نسيت الموضوع يعني عن قرب، تقعد في النظري بس يعني، لكن لو نوصل للعملي
فنلاحظ انه في بيروقراطيه رهيبه جدا تواجه الشاب المستثمر لكي يتقرب الى البنوك الاسلاميه، وهذا للتشويش بس، لانه يعني يوجد احسن من المعامله في البنوك الاسلاميه على ارض الواقع، لكن التطبيق هو الذي يعمل الفارق. وشكرا. بارك الله فيكم اختي. دكتور حاب اتعلق عليه، لانه في عندنا كمان اختين يبدو لي انهم تحفزوا لرفع ايديهم. انا ما اعرف انه كيف وقتك دكتور حضرتك. انا يعني الى الساعه 2 ما عندي شيء، لكن ملاحظة الأخت أعتقد يعني في مكان نحن بحاجة إلى تطوير مؤسسات مالية إسلامية، سواء كانت لغير ربحية تدعم الشباب وتساعدهم، أو كانت مؤسسات ربحية لتمويل التجارة والاستثمار. وشيئا فشيئا إن شاء الله أتمنى أن رجال الأعمال ينجحوا في سد هذه الثغرات الكبيرة الموجودة في اقتصادياتنا، وإن شاء الله تدريجيا نصل للهدف المنشود. ان شاء الله خير. في عندنا كمان سؤالين يبدو لي نكتفي فيهم، اللي هي الاخت امل ملاحي. السلام عليكم. السلام عليكم. انا امل ملاحي من المغرب، طالبه دكتوراه بكليه الحقوق. سؤال الدكتور هو متعلق بالجزء الثاني من المحاضره، هل يمكنني ان اطرحه؟ اطرحي اختي الكريمه. تفضلي. لا هي تسأل السؤال واحنا نشوف ان شاء الله. سامحيني. دكتور ما رأيكم في بعض العقود المستجدة التي ظهرت مؤخرا كعقد الإيجار التمويلي؟ هل يمكن اعتبارها من العقود الربوية رغم أنها تتأسس على عقود أجازها الشرع الإسلامي كالبيع والإيجار؟ وشكرا. من حيث المبدأ الإيجار التمويلي إذا كان يستوفي ضوابط الإجارة فهو سليم، ما في شيء. إذا كان البنك مثلا أو المؤسسة المالية تقوم بشراء مثلا سيارة أو بيت أو معدات ثم تقوم بتأجيرها تأجيرا، سواء قلنا مع وعد التمليك أو منتهيا بالتمليك أو مقترنا بالتمليك لطرف ثالث، فهذا يعني وكان المؤسسة المالية أو البنك هو مسؤول عن السلعة، هو المالك لها خلال مدة الإجارة، هذا ما في شيء. هذا في النهاية هو بيع نافع ومفيد، لأن البيع بمعناه العام سواء كان بيع منافع أو بيع أعيان هو في النهاية مبادلة سلعة بنقد أو منفعة بنقد، وفي النهاية هي عمل مفيد. فمن حيث المبدأ هي سليمة، ومن حيث المبدأ الأصل في المعاملات الحل، لأن احنا زي ما شفتوا هو نحن نشوف نحن في أي دائرة، هل البنك يعمل في هذه الدائرة نقد بسلعة أو يعمل في هذه الدائرة نقد بنقد؟ إذا كان هو يعمل في هذه الدائرة وهي أموال مختلفة، هو يقدم سلعة أو يقدم منفعة مقابل مال أو مقابل نقد، فهذا الأصل فيه الحل. ولذلك لا يوجد حجر على الابتكار، لا يوجد حجر على الابتكار طالما البدلين مختلفين وطالما هذا يحقق منافع الطرفين، وسواء كان إيجار تمويلي سواء كان مشاركة متناقضة سواء كان إيجار مع خيار البيع أو خيار التمليك سواء كان خيار مع وعد التمليك أو تأجير مع وعد التمليك، أيا كانت الصيغة طالما هي في دائرة البيع فالأصل في المعاملات الحل. ولذلك دائرة الابتكار واسعة، والشريعة الإسلامية تشجع الابتكار في الحقيقة، ولأنها تشجع الابتكار وضعت قيود صارمة في موضوع الربا، لأنها هي تفترض أن الأصل في النشاط الاقتصادي ان النشاط يبتكر باستمرار، ولذلك وضعت هذه القيود الصارمه في مجال الربا، ليس هو سوء ظن بالناس، ولكن لان الاصل في النشاط الاقتصادي هو الابتكار المستمر، ولان الاصل الابتكار الشريعه حددت او حسمت او حاصرت الربا بشكل قوي جدا. اما فيما عدا ذلك فالاصل في المعاملات الحل والاصل هو الابتكار. فنحن لا نسال هل المعاملة جائزة؟ نحن نسأل هل هناك ما يمنع من هذه المعاملة؟ هذه الصيغة صحيحة للسؤال. فنحن نسأل أي معاملة ننظر إليها؟ ما هو هل فيها محظور أم لا؟ ننظر هل فيها ربا؟ هل فيها غرر؟ هل فيها ربح ما لم يضمن؟ هل فيها بيع ما ليس عندك؟ إلى آخره، مجموعة محددة من الضوابط. إذا وجدت فيها أي من هذه المحاذير نقول لا هذا ما يجوز. إذا انتفت منها هذه المحاذير فهي جائزة. أنا لا أحتاج دليل على الجواز، أنا أحتاج أشوف هل هناك ما يمنع، لأن الأصل في المعاملات هو الحل.
جزاك الله خير دكتور. الان في عندنا اخر سؤالين. في الاخ الاخ مرباط ابراهيم. اخ مرباط. الو اخ مرباط تسمعنا؟ ابراهيم. الاخ مرباط ابراهيم. الو. طيب الاخت مريم تفضلي. اخت مريم من باريس. نعم تفضلي. فقط اريد ان اشكركم على هذه المحاضره قيمه، واتمنى ان تكون هناك سلسله من المحاضرات لتنوير وكذلك للعمل في هذا المجال. فقط اريد التذكير، لقد اشتغلت في ابراك يعني بنك مشهور وهو البنتي باغيبا، والبنتي باغيبا يعني يتعامل عنده فرع في يتعامل بالماليه الاسلاميه، وكذلك الان اشتغل في شركه جنرال الكتيك وهي من ضمن شركات كبرى وكذلك تتعامل بالماليه الاسلاميه، يعني فرع يتعامل هناك سكوك للتعامل بالمالية الإسلامية. هذا نلاحظ أن للخروج من الأزمة العالمية الحل الوحيد هو الرجوع إلى الشريعة الإسلامية، يعني رغم أن هذه الشركات الكبرى ومع ذلك تلجأ لتطبيق للخروج من أزمتها بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأن الدين الإسلامي يعني منع الربا و يعني تطبيق النظام الإسلامي هو الوحيد للخروج من هذه الأزمة. لذلك أطرح، يعني أريد أن لاحظت أن كثير من الشباب يعني والأخوات يعني من العالم بأسره، يعني لاحظ من المغرب، من مصر، الجزائر، وكذلك الدكاترة يعني سامي أظن من الدكتور سامي من السعودية. نعم. ودكتور زياد من أستراليا يعني، وأنا من فرنسا. يعني أن نقوم بورشة عمل لنشر هذه المالية الإسلامية في العالم بأسره. وشكرا. جزاك الله خير أختي الكريمة، إن شاء الله خير. دكتور عندك تعليق؟ شكرا جزيلا اخت مريم. ان شاء الله انه يعني في نهايه المحاضره ننوه الى عديد من الاشياء اللي هي بتتعلق بالامور المستقبليه ان شاء الله. الان في اخر سؤال للاخ ايمن. ايمن بعدها نختم ان شاء الله، هذا اخر سؤال. اخ ايمن تسمعنا؟ فقط تفضل. اخ ايمن تفضل. تسمعني يا اخي؟ نعم نعم نسمعك الآن، تفضل. لو سمحت لي في مداخلة ثانية فقط، يعني ابتداء أشكر الأخت مريم، طلبها يعني مهم جدا. أنا ألح حقا على ورشة عمل يعني وتكون عبر الإنترنت، لما لا يكون باقتراحكم وتنظيمكم. طبعا لدي طلب من الدكتور لو يسمح بالنسبة للجزء الثاني من المحاضرة، أنه يتطرق إلى المسائل الربوية في الأسواق المالية وأسواق رأس المال وعقود المشتقات والسكوك وغيرها، يعني في الجزء الثاني من المحاضرة. أخ أيمن أنت بدك تعطينا 20 محاضرة الآن مش محاضرة واحدة. لا الله يجزيكم عنا خير. فقط يعني حبينا نعرف الشبهات الربوية، بعض الأمثلة منها المطروحة في الأسواق. جزاك الله خير. اسمح لي أن أحيلك إلى كتاب الدكتور سامي حول أو حتى يوجد بحث حول الهندسة المالية، وعنده كتاب في التحوط أيضا موجود على موقعه على الإنترنت. هذا كتاب قيم وورقة بحثية في الهندسة المالية الإسلامية، قد تجد فيها أجوبة كثيرة لما يدور في خلدك الآن. ومن بعدها إن شاء الله إحنا في المحاضرات القادمة نحاول أن نجيب على كثير من الاستفسارات، لكن بالنسبة لأسئلتك الآن أقترح أن يعني ترجع إلى كتاب التحوط للدكتور سامي، وهو موجود باللغتين العربية والإنجليزية، وما أعرف إذا موجود بالفرنسي بس أعرف إنه إنجليزي وعربي. وفي كتاب وفي عنده أيضا ورقة بحثية في الهندسة المالية، هذه يعني لو تقرأها أتوقع أنك تجد كثير من إجابات على الأسئلة التي طرحتها. أما بالنسبة لطلبك بخصوص إن يعني إن ندخل إن يعني ننظم محاضرات أو الجزء الآخر الثاني من المحاضرة، فهذا يعود للدكتور.
ان شاء الله الجزء الثاني حضره يوضح فيه ما يستطيع. هو لن يبخل علينا دكتور سامي ان شاء الله، لانه يعرف تماما ان مطل الغني ظلم، وهو لن يظلمنا ان شاء الله. فما رايك يا دكتور سامي؟ يشرفني وساعات مباركه. لكن احب اقول للاخ ايمن، الهدف هو القواعد التي تجعل الشخص هو قادر باذن الله انه يطبق قواعد ويستنتج كيف يقيم المعاملات. ليس الهدف هو سرد قائمه طويله من الاحكام، وهذا لا، هذا ما استفدنا شيء. الهدف هو معرفة القواعد والضوابط، بحيث يستطيع الباحث أنه هو أو الشخص المهني المتخصص أن هو يطبق هذه القواعد ويحصل ويصل من ثم إلى نتيجة خلنا نقول 80% تكون صحيحة. طبعا ما في إنسان يسلم من الخطأ مهما كان، وستجد آراء مختلفة، لكن العبرة هي في فهم منطق التمويل الإسلامي وضوابطه وقواعده. هذا هو الهدف، وليس الدخول في كل التفاصيل، لأن هذا شبه مستحيل تغطية كل أنواع التفاصيل. ما حنقدر، لن نصل إلى نتيجة يعني، أو صعب جدا تغطيتها، ولا يمكن تنتهي التفاصيل نهائيا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم جميعا. الدكتور سامي، عندك كلمة أخيرة للحضور كافة تحب توجهها؟ شكرا جزيلا لكم، ويعني هذه بالنسبة لي أول تجربة مع جوتو ويبينار. إن شاء الله يكون في فرص قادمة نلتقي بكم، وأتمنى يكون في تفاعل، أن النظام يسمح. أنا ما أستطيع أني أعرف من اللي عنده سؤال، يعني ما ربما يكون النظام، أنا متأكد النظام فيه طرق متقدمة تسمح بتفاعل إن شاء الله يكون أكثر. إذا كانت ممكن الإخوان اللي حضروا أو الأخوة والزملاء اللي شاركوا يرسلوا إيميل للأخ ناصر، إيش ملاحظاتهم حول مثلا الصوت، الشرائح، الصورة إلى آخره. هذا من شأن إن شاء الله يحسن الفرصة، إذا كان في محاضرة قادمة نتكون بشكل أفضل بإذن الله. شكرا جزيلا. جزاك الله خير دكتور سامي. بالنسبة للتفاعل، هو إحنا طبعا أول مرة نشتغل على هذا النظام، وإن شاء الله أن في المرة الأولى تقريبا استفدنا كثيرا منه. المرة القادمة يعني أعدك أنك أنت ستكون مسؤول عن التفاعل، لأنه كان هو عبارة عن ضغطة زر نسينا نضغطها، فتكون أنت مسؤول عن التفاعل، بقي التفاعل عندنا. فلذلك المرة القادمة تراها. عدد الحضور الآن الإجمالي المسجل الحاضرين 21 شخص يحضر معنا الآن، من مختلف يعني أرجاء المعمورة ولله الحمد. الآن إن شاء الله إحنا استفدنا، وكما قال دكتور سامي إخواني الحاضرين وإخواتي، لو سمحتم يعني أرسل لنا بالإيميل، عندكم الإيميل، أرسل لنا أي ملاحظات لاحظتوها على على السيستم، أو كيف يعمل هذا النظام المشاكل. نركز على المشاكل، لأننا نحن نهدف إلى يعني سلسلة من المحاضرات على مدى زمني إن شاء الله، فنريد أن نحسن ونطور من هذا الطرح وهذا الموضوع. النقطة الثانية، لاحظت هناك الكثير من الأسئلة من الأخوة الحاضرين كتبت على لوحة الأسئلة، أنه هل سيكون هنالك إرسال للشرائح وما إلى ذلك. المحاضرة كاملة صوتا وصورة وشرائح ستكون على اليوتيوب قريبا إن شاء الله، لذلك أي شخص يستطيع أن ينزلها، سواء كان حاضر هذه المحاضرة أو لم يحضرها، يستطيع أن يسمعها أو يشاهدها صوتا وصورة على اليوتيوب، ومنها الشرائح بحول الله عز وجل. الأمر الثالث والأهم، أنه إن شاء الله نحن نحاول أن نرتب مثل هذه المحاضرات في المستقبل ضمن سلسلة، وبحول الله عز وجل يعني قد تكون المحاضرات تشمل على لغتين أساسيتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، يعني ممكن المحاضرة تعاد في لغتين أو ما إلى ذلك. فما نستهدف إن شاء الله، لدينا طموح كبير، لدينا أهداف، ولدينا رسالة أن ننشر التمويل الإسلامي بمفاهيم الصحيحة في أرجاء المعمورة، سواء كان عند المسلمين وعند غير المسلمين وعند كل من هو مهتم بهذا الموضوع. ونحن نسعى إلى أن تكون هنالك فائدة علمية لأصحاب أو أصحاب التوجهات الأكاديمية، وفائدة مهنية لأصحاب التوجهات المهنية، وبالمحصلة النهائية المستفيد هو العدل، لأن العدل يتحقق بالتمويل الإسلامي كما نؤمن به نحن كمسلمون. وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم جميعا،
وهذه تحياتنا لكم إن شاء الله من مؤسسة تطوير الأعمال الحلال. وأرد أن أشكر الأستاذ طارق الزيادات على الدعم الفني لترتيب هذه المحاضرة، وهو من مؤسسة Proactive Software Solutions، وهي مؤسسة أسترالية أيضا موجودة في أستراليا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نلتقي به جميعا بحول الله عز وجل. دائما سنلقيكم على اطلاع جميعا بما سيحدث وما كيف سيتم الترتيب للأمور المستقبلية بحول الله عز وجل. جزاكم الله خير. لا نستطيع أن نأخذ أسئلة حتى الآن، فمن كان له أي شيء يمكن أن يرسلنا بالإيميل، جزاكم الله خير، الوقت داهمنا. فمن له أي شيء يمكن أن يرسلنا بالإيميل، ونحن دائما على تواصل معكم إن شاء الله. جزاكم الله خير، شكرا جزيلا للدكتور سامي سويلم، وجزاكم الله جميعا ألف خير، وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا للجميع. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.